نبدأ من بوكس تو بوكس. مين الطرف التاني اللي هيلعب النادي الأهلي في كاس السوبر المصري؟ النهاردة مصر كلها بل يعني الوطن العربي كله والناس في الإمارات عايزين يعرفوا مين الطرف التاني اللي هيلعب مع الأهلي في كاس السوبر. أحداث كتيرة جدا من الصبح، اتحاد الكرة بيعلن، قال لك اجتماع طارئ للاتحاد النهاردة، هنشوف خبر نزل على الصفحة الرسمية بتاعت الاتحاد، قال لك اجتماع طارئ بص لمجلس إدارة الاتحاد، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا طارئا في 7 مساء اليوم لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية الشقيقة. مين الطرف الثاني للسوبر المصري بعد انسحاب اللي أعلنه نادي الزمالك امبارح؟ انسحاب أو اعتذار، وعلى فكرة حسب ما اتحاد الكورة يوافق على اللفظ، إذا وافق على انسحاب هتبقى الغرامة 1,000,000 جنيه وبطولتين إيقاف، إذا اعتذار ممكن تبقى بطولة إيقاف ونص 1,000,000 جنيه. مش دي القصة، لكن من الصبح بدأنا نخش في الفصل الثاني من القصة الكبيرة بتاعت كاس السوبر المصري. امبارح الزمالك قال لك أنا خلاص مش هلعب المباراة، لكن اتحاد الكورة ما وصلوش حاجة رسمي، والنهاردة التلات والماتش يوم الجمعة، والفرقة اللي هتسافر بالكتير لازم تسافر بكرة، يعني خد بالك هتبقى معذورة لأنه هيبقى 48 ساعة للمباراة. اتحاد الكورة بعت للزمالك قال له لازم ترد عليا حالا، والزمالك قال لك تخيلوا اتحاد الكورة بعت يقول لي خلال ساعة ترد عليا، واتريق الزمالك في خطاب من 3 ورقات ضخم جدا، يعني لو نشوف صورة منه مش هنقوله كله، لكن في الآخر الزمالك عمل خطاب لاتحاد الكورة وفي اسقاطات كتيرة جدا وفي كلام يعني هجوم ضخم على اتحاد الكورة المصري، وقال لك ان لغة الخطاب اللي انتوا بعتنها غير مقبولة ولا يجب ولا يليق ان تصدر من اتحاد لنادي عريق اقدم من الاتحاد نفسه على فكرة، وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره أكتر من كل أعضاء الاتحاد وأهم من كل أعضاء الاتحاد، وبيدي النادي مهلة 60 دقيقة أو إعلانكم الحرب على النادي والفرق الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء. فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد على خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل له. المهم يعني الجواب كبير جدا في ألفاظ ضخمة جدا، قال لك نادي الزمالك أعلن أنه يعتذر عن المشاركة في مهزلة غير مسبوقة لا علاقة لها بمشاركة لاعب في المباراة من عدم، ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة بين جميع الأندية دون محاباة. نادي أوحد على حساب باقي الأندية له علاقة بكرامة نادي وكبرياءه ويتعرض لظلم بلغ مرحلة القهر لصالح نادي أوحد على مدار 75 عام منذ بدأت مسابقة الدوري سنة 48. يعني كلام الحقيقة ضخم جدا وشديد جدا جدا جدا، يعني مش هتكلم كتير في الجواب ولا هقول كتير على المنطوق بتاع اللهجة، بس بقت دي اللهجة ولغة التخاطب الطبيعية في عالم كرة القدم وفي مجتمع كرة القدم الآن، يعني محدش مندهش، بالعكس ده في ناس على السوشيال ميديا اعتبرت الجواب قوي واعتبرت ان هذا الخطاب بمثابة رد يستحقه اتحاد كرة القدم المصري. يعني مفاهيم الناس اختلطت لدرجة ان انت لما تحط عبارات زي دي في جوابات رسمية بدي قوة، خلاص نعمل ايه، ده الامر الواقع ولازم نعترف بيه. الوزارة رفعت ايدها من هذا الامر وقالت لك بقول لكم ايه بعدوا عني انا لن اتدخل، حطوا على الصفحة الرسمية بتاعتهم اهو قدامنا، لن نتدخل نهائيا في ازمة كاس السوبر ولن نتواصل نهائيا مع اطراف الازمة. اهي الوزارة لن تتدخل في ازمة مباراة السوبر المصري، على اتحاد الكرة التعامل مع الازمة ولا ننوي مطلقا التفاوض مع اطراف الازمة. ما حدش طلب من الوزارة
ان هي تتفاوض، انما الوزاره رفعت ايديها. خطر في بالي في ظل الاحداث والتجاوزات الكتير اللي بتحصل دي، اللي قاله السيد الوزير من شهر انه ارساء الاخلاق في الوسط الرياضي وكره القدم سيكون، دكتور اشرف صبحي قال كده، هو المبدا اللي الوزاره هتحرص عليه خلال الفتره اللي جايه. وقالت الوزاره كمان انها تواصلت مع جميع الجهات المعنيه على المستوى الاعلامي او على المستوى الرياضي وكل المؤسسات والهيئات لارساء المبدا الاخلاقي في كل التعاملات اللي هتحصل بدايه من النهارده، وقت ما اتقال هذا الكلام يعني من شهر تقريبا، بين بدايه من النهارده خلاص اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. لكن احنا بما اننا بنمتلك ذاكره السمكه، فالكلام اللي قالته الوزاره اتنسى تاني يوم ورجعت ريما ايه لعوايدها القديمه، والدنيا اشتغلت عادي جدا والتجاوزات عادي جدا ومفيش مشكله. مين الطرف التاني للمباراه؟ الناس بتوع بيراميدز اختفوا امبارح، اوحوا في الاول ان هم هيشاركوا، في الاول مش هيشاركوا، وفي ناس بتقول انه لما بيراميدز اوحى وادى ايحاء ان هو مش هيشارك قوى جدا قلب الزمالك، لان الزمالك يعتبر ان اتحاد الكره هيبقى في ورطه لما الزمالك يعتذر ثم بيراميدز لا يشارك، فاتحاد الكره هيبقى مضطر يبحث عن نادي، فهيبقى طلع الجيش اللي عليه الدور او فيوتشر يبقى عليه الدور، فيدي نوع من ان البطوله اصبحت اقل شويه اهميه يعني. لكن بيراميدز النهارده عمل حاجه، الاول قال لك انا عايز 24 ساعه زياده عشان اعرف اجهز، وما تيجي تفكر فيها كده من الناحيه الفنيه مع حق يعني، هم على فكره هيسافروا بكره الساعه 6 المغرب على متن طياره خاصه الامارات حوالي 3 ساعات او 3 ساعات وشويه، فهيوصل الساعه 9 بالليل مش هيتمرن، الخميس تاني يوم الجمعه المباراه، فهم عندهم حق يعني. فلانه كل حاجه محجوزه والملعب والاتفاقات وكل شيء، فكان صعب جدا. النادي بيراميدز عمل تصريح او تسرب تصريح انه ملاكه تقديرا للموقف ولانقاذ الوضع، اهو هنشوفه وريني كده يا جماعه كده، ده هنا بيقول لك تاجيل السوبر لمده 24 ساعه وينتظر الرد. بعد كده قال لك انه الملاك بتوع بيراميدز تقديرا للموقف ولانقاذ ما يمكن انقاذه، يا عم احنا موافقين على المشاركه في كاس السوبر، اهو تلبيه لمطالب الشركه الراعيه وبناء على اهميتنا كبيراميدز التسويقيه للمباراه وانقاذا للموقف، ملاك النادي قرروا بمشاركه بيراميدز في كاس السوبر المصري. يعني ال 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 الصياغه فيها نوع من يعني شويه يعني، انما انا موافق. وهو للامانه عندما يغيب الزمالك عن كاس السوبر، وطبعا الزمالك بشعبيته الكبيره بعيد عن التفاصيل وبعيد عن اختلافاتنا واتفاقاتنا مع الموقف، في ناس مختلفه مع الموقف بتاع الزمالك، في ناس متفقه على الموقف بتاع الزمالك، لكن في الاخر كاس السوبر لما بتلعب الطرفين اهلي وزمالك او زمالك واهلي، طبعا ده بيبقى في حته تانية على المستوى الفني نمره واحد، اللي يهم الناس الكوره في الملعب، طبعا مختلف الامور تماما. بعديه اذا كنت هتتكلم على فنيات وكوره، مؤكد ان بيراميدز فعلا هيبقى ليه اهميه وهتحظى المباراه برضه بجزء من الاهميه، صحيح مش زي مباراه الاهلي وزمالك، لكن في النهايه بيراميدز برضه دلوقتي بقى زارع نفسه بقوه كنادي كبير على مستوى كره القدم المصريه. فملاك النادي وانا بشكرهم حتى لو اوحوا ان هم عملوا كده بس انقاذا للموقف، بنشكرهم حقهم يعني. الزمالك عمل خطاب شديد اللهجه النهارده وأصر على الاعتذار والاستمرار على موقفه من الاعتذار. مع ان انا النهارده يعني جالي اخبار من جوه النادي ان بعض اللعيبه كان نفسها تشارك في كاس السوبر. وطبعا اللعيبه لما بتتكلم ملهاش علاقه بالابعاد الاداريه. يعني كل الاداره بتتكلم فيه ابعاد او وجهات نظر الاداره بتاعت الزمالك فيما يخص ان الموضوع موضوع كرامه وان الموضوع موضوع لوائح وان هم رافضين الفكره وبعيد عن كهربا يشارك او ما يشاركش زي ما قال خطاب الزمالك يعني. لكن لعيبة الزمالك كانت شايفة ان هي في احتياج في المرحلة دي ان هي تلعب مباراة كبيرة زي دي وتحظى باهتمام كبير زي ده، وربما ان هم يخشوا منافس قوي وشرس للأهلي في المباراة دي وممكن يعملوا نتيجة ايجابية فيها ويكسبوها،
فتفرق معاهم جدا 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 في غياب النتائج الإيجابية ليهم في الفترة الأخيرة، فيتحول تاني المسألة مع جمهورهم، تستعيدوا الثقة في نفسهم واستعيدوا الثقة في جماهيرهم، وجماهيرهم تستعيد الثقة فيهم في جهازهم الفني. النهاردة حتى الصبح التمرين كان الساعة 9، بعض اللعيبة اتكلمت في هذا الأمر، لكن في الآخر الشأن الإداري هو اختصاص كامل لمجلس الإدارة. خليني أخد الأول قبل ما أكمل معايا نجم نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر كابتن شاوي سعيد. كابتن شاوي مساء الفل. كابتن شاوي خط قطع يا شباب ولا ايه؟ طيب لغايه ما يجي كابتن شاوي السعيد نكمل. في نفس هذا التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه النهارده والاحداث الكتير، وبدات تظهر اخبار ان فيوتشر بيستعد ان هو ممكن يشارك في المباراه لكن ما تلقاش اي خطاب رسمي، وطلع الجيش بيستعد ان هو ممكن يشارك في هذه المباراه ولم يتلقى خطاب رسمي انك تشارك برضه في كاس السوبر، ده حاجه جامده جدا. وهما كان الحظوظ بتميل ناحيه النادي الاهلي، ولو وصلت ل 90% حتى ان المؤشرات والتوقعات لصالح النادي الاهلي، بس كل فريق بيشارك في مباراه كبيره زي دي بيبقى عنده امل عنده طموح انه ممكن يخرج بنتيجه ايجابيه، او على الاقل يعمل مباراه كبيره ويعلن عن نفسه بشكل ضخم جدا، لان المباريات اللي زي دي بتحظى باهتمام اعلامي كبير جدا. لغايه ما بيراميدز قرر انه يشارك في هذه المباراه. الاهلي طبعا في حته تانية. ليه الاهلي في حته تانية؟ سافر كلام على استقراره الفني. صبح سافر عادي جدا والفرقه راحت ووصلت الامارات واتمرنت. هنتكلم دلوقتي عن الاهلي ووصوله للامارات. خلوني رجع لنا تاني الكابتن شاوي سعيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن شاوي مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب وانت طيب يا كابتن؟ قول لي رايك الشخصي في الاحداث دي وموقف نادي الزمالك من كاس السوبر. انا بس ابدا معاك في قصه الاهلي في حته ثانيه. هو الاهلي مش في حته ثانيه ولا حاجه، النادي الاهلي متوفر له كل حاجه. هو لا انا بتكلم من ناحيه دلوقتي الاستقرار الفني انه سافر ويجهز للمباراه. يا كابتن الاهلي مستقر في كل حاجه، انت مدلع النادي الاهلي. هو المفروض اللي يبقى الـ كابتن انت دخلت وانا بقول الجمله ما سمعتش ما قبل. انا ما سمعتش ما قبل. انا بقول يعني. انا بقول ان النادي اللي هينافس لان الطرف الثاني اللي انا قصدي الطرف الثاني اللي هيلعب المباراه هيضطر انه يسافر بكره قبل المباراه ب 48 ساعه مثلا، وده وقت ضيق. الاهلي الاهلي واصل المفروض ان النادي الاهلي الاقوى ولا الاتحاد؟ المفروض النادي الزمالك الاقوى ولا الاتحاد؟ الاتحاد مفترض اقوى من اي حد. الاتحاد اقوى من اي حد. طب ليه بتقول كده؟ ليه القواعد؟ ليه بياخدوا القرارات بناء على التيشيرتات؟ ليه؟ طب اديني وجهه نظر، يعني قول لي اسباب رايك ده ان الاتحاد اضعف من الاهلي او الزمالك. طبعا ده غلط. انا ما احبش كده، انا احب اتحاد الكره الاقوى من ليه انت بتقول ليه اضعف كله. ليه رايك ليه اضعف؟ ليه حصل ايه من وجهه نظرك؟ الاهلي لما يقول انا هنسحب الدنيا تتقلب ومش عارف ايه، او يقول انا اعتذر رعاي والدنيا حلوه ومفيش اي مشكله عادي. ما اعتذرش. الاهلي ما قالش هنسحب يا كابتن. في بطوله الرابطه. لا ما هو الاهلي انسحب في الاخر. طب ايه ما اتخذش اي اجراء يعني مثلا قال لك عادي والموضوع عادي والدنيا حلوه؟ لا يا كابتن، هو انسحب من الرابطه بتتخذ القرارات، ما فيش في الرابطه في اللائحه بتاعتها ما يفيد ان انسحاب نادي بتوقع عليه عقوبه. الزمالك او الاهلي او اي نادي لو انسحب من السوبر في لائحه بتشرع الكلام ده يا كابتن، مالهاش علاقه يعني في الاخر الاهلي اتحاد الكوره ما قالوش هاجل لك الرابطه عشان خاطرك، ما هو برضه سابه ينسحب واتحسب انه خسران 3-0 من مصر. كابتن ماتش النادي الاهلي لما قال انا هنسحب من الدوري، الوزير راح لكابتن محمود الخطيب. مين قال لك كده يا كابتن شاوي؟ يعني كابتن شوقي دي حاجات بتتقال، لكن هل انت كنت موجود وكلمت الوزير وعرفت انه راح؟ انت ما شفتش ان هو راح له يا كابتن؟ وماله راح يزوره عادي. طب ما الوزير راح زار الزمالك وزار رئيس نادي الزمالك 100 مره يا كابتن. احنا مش عايزين. ممكن اسالك سؤال؟ لا من غير الكلمه مكيالين، انا بناقشك. لا بالعكس انا بناقشك معلوماتك كابتن شوقي. كابتن يعني مجاه امام عاشور عمل لفظ. احنا اصلا كابتن شوقي ولا جمهور نادي الزمالك. انا هسالك سؤال. الدنيا اتقلبت عليه. طب وماله لما عمل حاجه مش كويسه؟ طب يا سيدي هسالك سؤال بس. كم مره الوزير راح زار نادي الزمالك وكم مره الوزير راح زار نادي الاهلي؟ زاره في بيته،
زار نادي الزمالك. انا بسالك بس، ده راح نادي، راح نادي الزمالك كنادي. تمام تمام. كم مره راح كنادي؟ طب وماله؟ جاله دعوه، جاله دعوه وراح نادي الزمالك، جاله دعوه وراح نادي الزمالك. طب هو الوزير لو زار، لو زار الكابتن خطيب او زار رئيس نادي الاسماعيلي او اي رئيس نادي في البيت، المشكله زاروا بعديها يا كابتن، وزاروا بعد ما زاروا بعد ما النادي الاهلي. هو انا يا كابتن شاول لو جيت زرتك، هو انا لو جيت زرتك في البيت معناه بعد اذن حضرتك انت بقول لك انا هنسحب. انت صوتك بيقطع، بس انا عايزك يمين او شمال لان صوتك مش واصل يا كابتن شاول. سامعني كده؟ روح بس يمين او شمال سنه كده. اتفضل يا كابتن. سامعني؟ اه كده سامعك. بقول لك القرار جه او الزياره جت بعد ما النادي الاهلي قال انا هنسحب. من ايه؟ هنسحب من ايه وقتها؟ كان هنسحب من الدوري. وراح له زاره في قلب بيته طبعا، هو حر معاه، بس انا بكلمك ان الوضع ما يصحش. تمام، ما تكيلش بمكيالين نادي الزمالك لما بقول حاجه بتلاقي الدنيا قامت عليك. هل لما الوزير بص بص بص، انا بس مش انا على فكره مش رافض رايك، يعني انت حر طبعا رايك، بس انا عايز واحنا بنتناقش بمعلومات، صح كده؟ عشان تبقى مناقشه مفيده للي بيسمعنا ويتفرج علينا. هل الوزير مثلا لما قعد مع فرجاني سياسي اقول ان الوزير كان قاعد مع اعمل زي الناس اقول اصل الوزير فرجاني سياسي اللي راح له؟ طب ما انا بسالك، هل انا هعمل زي الناس؟ انا كراجل اعلامي هقول زي الجمهور كده؟ اصله كان قاعد بيتفاوض مع فرجاني يجدد عقده مع ما كانش بيتفاوض يا كابتن فرجان اللي ما انا عارف يا كابتن ما انا كابتن ما انا بديك نفس المثال. ما احنا 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 اعلام، احنا مش جمهور، فانا مش ممكن هقول كده. فانا قصدي ان الوزير لما يزور كابتن خطيب، الوزير راجل المسؤول الاول عن الرياضه، كابتن خطيب شخصيه برضه داروا بعد ايه يا كابتن؟ شخصيه رياضيه كبيره يا سيدي، وماله؟ على دماغنا، على دماغي من فوق، وزير على دماغنا من فوق، بس انا بتكلم ان هو راجل بعد ما قال انا هنسحب من الدوري راح له. فده بيقول ان هو راح له عشان كده. ماليش علاقه، ماليش علاقه، ماليش علاقه بالقلب كده. طب خلينا عشان ما نخرجش بره، انت رايك ايه في الموقف ده اللي هو الحالي؟ هل انت مع قرار الزمالك بالاعتذار؟ طبعا طبعا، ده قرار انت صوتك يا كابتن على فكره بيقطع، مش عارف اسمعك. هو انت فين؟ انت في حته الشبكه بايظه. الو، حاولوا تاني يا جماعه تجيبوا لنا كابتن شاول السعيد. هو انا يا جماعه على فكره كل واحد حر في رايه، بس دايما الاراء تبنى على المعلومات، ما بتبناش لما نتكلم في الاعلام، ما بتبناش على العاطفه، هي بتبنى بالمعلومات والنقاش. هو انا بقول معلومات، هو بيقول معلومات، واللي عنده معلومات اوقع وعنده معلومات اصدق، التاني بيقتنع. هي ده هو ده النقاش يعني. ففي الاخر الزمالك اخذ موقف، هو حر، نادي الزمالك حر وفق مصالحه، وفق طريقة تفكير الإدارة بتاعته، وفق محبيه ومريديه، هو حر. بس هي الفكرة احنا عايزين نقول الآراء دايما تبنى على المعلومات. كابتن شوقي معاك، سامعني؟ اه اتفضل كده سامحك. انت ليه مع الاعتذار يعني؟ الزمالك اعتذر ليه؟ بسبب عقوبة كهربا، صح كده؟ هو هل انت شايف او اي حد او جمهور النادي الاهلي شايف ان عقوبة كهربا دي يعني بنتجن عليه؟ لا، هو العقوبه بتاعت كهربا اتخذت. اتخذت بايه؟ لجنه الانضباط اخذت عقوبه، ثم التظلمات بتناقش التظلمات اللي وصلتها، وفي قضيه راحت القضاء الاداري، لجنه التظلمات قالت ان هي هتعلق المناقشه وهتعلق الموضوع ده كله لغايه ما تشوف الحكم هيصدر ايه 14/5. يا كابتن ليه لما بيكون في عقوبه على النادي الاهلي بنواصل فيها، وليه في الزمالك اتاخد في خمس يا كابتن دقايق؟ مش يا كابتن ليه يا كابتن ليه؟ انا عايز اعرف ليه. انت سالتني ليه اجاوب؟ اتفضل. طيب الوقت ايه وجهه نظر التظلمات في اللي قالته؟ وجهه النظر القضائيه يعني بالنسبه لهم، انه ربما المحكمه، ودي ممكن تبقى نسبتها كبيره، هم ناس قضاه، تلغي قرار تشكيل لجنه الانضباط اصلا، فتصبح هي والعدم سواء. والعدم سواء يعني ان كل احكامها ايضا اصبحت هي والعدم سواء. فازاي هو هياخد حكم في قرار ربما بعد ايام يصبح هو والعدم سواء؟ فدي وجهه نظر التظلمات، ان هو لو المحكمه يوم 14 الغت لجنه الانضباط اصبح خلاص مفيش موضوع، توقف الموضوع لغايه ما تشكل لجنه جديده ثم تقرر قرار جديد. اذا قالت ان لجنه الانضباط تشكيلها سليم، التظلمات هتناقش الموضوع. دي وجهه نظر التظلمات اللي انا بقولها لك. اتفضل. وبالنسبه لقرار امام عاشور وشيكابالا،
لا انت انا بكلمك في دي بقى. انا لا انا انا على فكره انا قلت والله العظيم والله احنا يا كابتن شاوي لا انا مش احنا ده احنا ناقشنا ناقشنا دي كتير احنا بص يا كابتن احنا ناقشنا ناقشنا كلام امام عاشور وشيكابالا وكلام ده كتير. انت عارف انا بحترمك قد ايه. الرياضه في مصر صراحه لا تليق بجمهوريه مصر العربيه. لا الايه يا كابتن الايه الايه الرياضه في مصر لا تليق بجمهوريه مصر العربيه. احنا احسن من كده بكتير. عيب لما يكون في دوريات او بلاد اقل مننا ودوريات عالميه. عيب. احنا مصر. طيب احنا مصر احنا دوله مصريه. ايوه انا بتكلم يا كابتن اعتراضك انت لا اهلي ولا زمالك كابتن لا اهلي ولا زمالك. مظبوط مظبوط. مفيش حد فوق اقوى. مفيش حد فوق اللوائح. مفيش حد فوق القوانين يا كابتن. مفيش حد اقوى من مصر. لا مصر ما ندخلش مصر كدوله. ايوه ايوه ده دوري بيليق بمصر. ده شكلنا لما النهارده كنا رايح العب سوبر وسوبر في دوله زي الامارات وده شكلي وده شكل مصر. وانت النهارده بتوقع فرقه زي الزمالك وبتخسر فرقه زي الزمالك. في ايه التوقيع فينا يا كابتن؟ وقعت والزمالك وقع فيه وحد هوب من بتخسر الفرقه يا كابتن. حد هوب من لعيب في الزمالك يا كابتن؟ يا كابتن انت بتخسر الدوري بتخسر الشكل. معلش مع احترام البيراميدز هل لما يكون السوبر اهلي وزمالك ولا يكون لا اهلي وزمالك؟ ولو قعدنا مليون واحد بيتكلم المليون هيقولوا اهلي وزمالك. ما فيهاش اهلي وزمالك. ده دي الكره المصريه. هو ده. ايوه ماشي يا كابتن. ما ينفعش توقع الفرق دي. ما ينفعش. طب وما يعني هو عدم توقيع القانون على الاثنين؟ طب ممكن اسال كابتن. طب طب في وجهه نظرك في وجهه نظرك عدم توقيع الزمالك ان كانت تظلمات تاخد قرار خاص بازمه كهرباء زي ما خدوه مع امام عاشور وزي ما خدوه مع شيكابالا. يا كابتن الموقف مختلف يا كابتن. يعني الموقف يعني انت معلش في مستجد يا كابتن. شيكابالا قال ايه يا كابتن؟ هو معلش هو كهرباء قال ايه؟ كهرباء الايه؟ انا على فكره مش بناقشك في ان كهرباء اخطا او ما اخطا. معلش انا بقى انا لا انا مش بناقشك في ان ما اقدرش اقول اللفظ. انا عايز اكلمك بس على كهرباء. الكهرباء الايه يا كابتن؟ اللفظ اللي كهرباء قاله. انا اسف بس معلش اسمعني بقى. انا سمعتك ورديت عليك. انت قول لي كهرباء قال ايه؟ مش هقول يا كابتن. طيب يعني انت عارف اللي هو عيب. يعني انت ما تسمحش ان يا كابتن انا مش بقول ان كهرباء ما اخطاش او 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 الكره المصريه او بيوتنا بيوت المصريين يخش فيها لفظ. لا ما هو النبي عشان بس الالفاظ دخلت بيوتنا قبل كده. بص الالفاظ ده لا والنبي يا كابتن شاوي الفاظ اسوأ من دي بكتير جدا ودخلت بيوتنا من خلال الكوره ومن خلال. تعاقبوا ولا ما تعاقبوش يا كابتن؟ ما تعاقبوش. بيتقال عليهم ايه يا كابتن؟ طب يا كابتن ما انا بس بتقال عليهم ايه؟ احنا على فكره بس معلش معلش ما بتقال عليهم ان ده غلط وان ده ما يصحش وبتقال عليهم كل الكلام كل الكلام الوحش. مظبوط انا معاك 100%. انت بقى كاعلام مش هتكلم عليك انت كاعلاميين. انا فاهم اللي هو راجل ما حدش طلع كهرباء يا كابتن. ما حدش دلوقتي الصور وبتاع وعمالين ينزلوا. طب بس انا بس هسالك انا بس عايز عشان بس ايه في شعره بين ان احنا بنقول كهرباء غلطان ولا مش غلطان وبين ان التظلمات كان من حقها تاخد قرار ولا لا. يعني بس احنا دلوقتي بنناقش كهربا غلطان او مش غلطان ده قصه تانية. انا بتكلم انت بتقول انه كابتن انه كان يجب انه كان يجب اكمل بس معي. انت مستضيفني عشان اكلمك بس. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. كان واجب على النادي الاهلي لما ده نادي الاهلي نادي المبادئ نادي القيم اسياد العالم نادي زي ما احنا بنقول الناس بتقوله او الجمهور الاهلي بيقوله. كان واجب على اداره النادي الاهلي تاخد قرار مع كهربا قبل ما التظلمات او قبل ما اتحاد الكره ياخد قرار. كان النادي الاهلي نادي المبادئ ونادي القيم تاخد قرار مع كهربا. صح كده ولا انا غلطان؟ ماشي تمام صح مظبوط. بس هو بيدافع هو ده الصح. هو برضه لو حصل في الزمالك مع ادخل لعيب يتعاقب متعاقب من اداره الزمالك قبل ما يتعاقب من. طب انت دلوقتي يعني انت بتعاتب ده سلوكيات يا كابتن. ده سلوكيات. طب ماشي يا كابتن عشان بس انا واحد من الناس. احنا اتكلمنا في اربع خمس حاجات بس عشان ما نتوهش من بعض. انت حضرتك دلوقتي معترض ان التظلمات ما خدش قرار ولا معترض ان الاهلي ما عاقبش كهربا ولا معترض كله. على هو يا كابتن انت ما عاقبتش. انا بتكلم على اعتذار الزمالك دلوقتي في وجهه نظرك. هو الزمالك هيعتذر عشان الاهلي ما خدش اجراء مع كهربا؟ لا 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 ما بتكلمش. حلو الزمالك معتذر وقال كده رسمي عشان لجنه التظلمات ما خدتش علقت الموضوع. مظبوط تمام. انا بقول لحضرتك هذا موضوع قضائي. انت رايك في ايه؟ كهربا غلطان او مش غلطان ده قصه ثانيه. ممكن اوافقك انه غلطان اوكي يعني ما فيش مشكله. لكن انا بسالك هل كان الزمالك الزمالك اداره الزمالك وجمهور الزمالك حاسس ان هو بيتعرض لهجوم او عدم مساواه مع المنافس وديت حاسسها كل جمهور الزمالك بصراحه وحاسسها الاداره. واول مره وانت شايف ان اول مره الاداره والجمهور يعني يتفقوا على حاجه يتفقوا على قرار واحد وده حاجه محترمه جدا. طب هل انت مثلا ما كنتش شايف ان كان ممكن الزمالك يلعب المباراه
وياخد برضه اجراءاته القانونيه الرسميه بتاعته. لا لا لا، بص يا كابتن، بص يا كابتن، انا وجهه نظر، انا لو لا اصل في الاخر هي بطوله في دولاب الزمالك، يعني هي في النهايه لا 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 ما ما يعادش. بص يا كابتن، يعني البطوله اللي تيجي على عدم كرامتك او على عدم ان انت تبقى الناس متجاهله، مش عايزها. لا مش عايزها. طب كان في لعيبه النهارده في الزمالك كانت بتتمنى انها تشارك في السوبر، كانوا بيدردشوا طبعا. يا كابتن ده مباراه، يا كابتن دي مباراه لمصر، بتشرف مصر، مباراه جميله، مباراه جميله جميله جميله، بتشوف بره بصراحه حاجه روعه، مباراه بتعمل كل سنه روعه روعه. فليه تحرم الجمهور، وليه تحرم الجمهور الوطن العربي والجمهور المصري؟ ليه؟ عشان ايه؟ طب انت كده موافق؟ انا زعلان طبعا، انا زعلان، طب زعلان، بس انا بقول لك انت زعلان ان الزمالك ما لعبش طبعا. مش انا زعلان على يا كابتن، دي ده بتمثل ان المباراه مش اهلي وزمالك، انت تقصد كده؟ بس مباراه لينا شكل. لكن موافق ان الزمالك يعتذر؟ اه طبعا موافق طبعا. انت موافق على كده؟ طيب لو كانت تظلمات خدت قرار امبارح، يعني همشي مع يعني رايك، اخدت قرار امبارح بانه يعني اكدت العقوبه او قللتها او لغتها وات ايفر، يعني اخدت قرار حلو، ما يقدروش ياخدوا قرار يا كابتن. لا انا بسالك، بقول لو ما انا هفترض ما انا بفترض ما انا بفترض بس فرضا يا كابتن، اتحاد الكوره. طب ما انا بسالك فرضا، محترمه لكن هو اتحاد ضعيف. طب ما انا بسالك بس فرضا، ماشي، انا بسالك فرضا امبارح هنفترض لجنه التظلمات اخدت قرار حلو كده، هو ايه يعني تبرئوا بقى، تدينوا ال 12 ماتش، تخليهم 8، تقللهم 6 زي ما يكون، تمام تمام. وبعدين جت المحكمه و 14 مايو لغت تشكيل لجنه الانضباط، ال 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 كان هيبقى ايه، كان هيحصل ايه يعني، كيف كان سيخرج او تخرج لجنه التظلمات من هذا المازق القانوني؟ انا مش بتاع قانون وما اعرفش، ما اعرفش. ما انا عشان اقول لك هي ليه، ما اعرفش، مش بتاع قانون. ما انا عشان اقول لك هي ليه علقت القرار، هي ما لغتش الحكم، هي علقت اصدار الحكم ده، قصدي يعني في الاخر عشان اوصلها. طب يا كابتن، احنا حاسين بقى يا كابتن، عشان برضو الجمهور، انا بكلمك يا كابتن شاو، انتوا نادي كبير وفريق كبير ولاعيبه كبيره وجمهور كبير، اكبر اكبر من كل. لما واحد زي الكابتن محمد الشناوي يغلط وياخد مفروض العقوبه 3 ماتشات، يقوم اعملها له ماتش واحد، لما امام يغلط ومش في مباراه. يا كابتن عيب، يا كابتن على فكره، ما هو الزمالك ما قيدش 3 لعيبه برضه، التظلمات رجعوا له 3 لعيبه تاني، يعني في الاخر يا كابتن وده صح، وانا بكلمك ان ده صح. لا ما ممكن يبقى صح، يعني اقصد لا، ما كان حق الزمالك، التظلمات شافت ان حق الزمالك. يا كابتن الاهلي والزمالك مش فوق اتحاد الكوره، محدش قال انه فوق، بس اقصد انه برضه لما لجا للتظلمات فيما يراه، فيما يراه حقا له. انا شايف كده يا كابتن، انا شايف كده، لا جامل الاهلي ولا جامل الزمالك، محدش قال جامل يا كابتن. الزمالك لا يا كابتن، الاثنين بيتجاملوا، في حاجات بتتجامل، يعني الزمالك في التظلمات لما قيد الثلاثه تأيدوا دول اتجامل. انا بقول لك ده غلط، ده مش صح. لا يعني الزمالك لما طلب يعيد الثلاثه دول وراح للتظلمات واديته حقه كده اتجامل؟ لا الزمالك كان ايه قصته؟ الثلاث لعيبه اللي ما تأيدوش في شهر يناير في الاخر لما الزمالك لجأ، ده الفلوس، لما دفع الفلوس يا كابتن وحط فلوسه. لا لما لجأ للتظلمات بقى، والتظلمات وافقت على قيدهم، وحتى ادانت اتحاد الكوره في القرار بتاعها، وقالت كان يجب على اتحاد الكوره ان يقيدهم. طيب ماشي، مش حقه رجع؟ لا لا لا، كان الزمالك كان وضعه سليم. ما طب ما حقه رجع. ايوه بس كان في كان سليم، انت ما جبتوش في حاجه يعني، ده كان حلو يعني، اقصد التظلمات ما, 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 ما فيش مجامله، لجان القضائيه لا تجامل، مفترض لجان القضائيه بتاخد القرارات لا تجامل. انا اقصد ان خد حقه من خلال لجنه التظلمات، مش كده؟ اللي هو حقه اصلا، اللي هو حقه، اللي هو حقه تمام، ما هو اخده يعني اللي اداهوله. طيب ما هو ما خدش حقه في موضوع كهرباء، ما في موضوع كهرباء التظلمات علقت مش الغت العقوب، هي علقت لحين اصدار الحكم 14. عموما كل الناس كانت بتتمنى ان الزمالك يبقى الطرف الثاني في هذه المباراه، لانه الفرق شاسع جدا طبعا، مع كل التقدير لاي نادي اخر، لكن في النهايه كل التقدير، وان شاء الله التوفيق للزمالك الفتره الجايه. كابتن شو، انا بشكرك جدا على كلامك. معايا ايضا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل مساء الفل. انا مولانا، ازيك عامل ايه؟ اخبارك الحمد لله والله. عايز تبدا اقول لك الاهلي والترجي كام كام، ولا نخش الاول في موضوع السوبر؟ لا نخش في السوبر، عشان انا كنت بسمع المداخله اللي قبل دي، زعلت قوي والله. قول لي بقى. يعني زعلت قوي يعني هو كهرباء مارادونا مثلا، يعني كهرباء هو اللي هيكسب النادي الاهلي؟ طب ما النادي الاهلي بيكسب بكل اللعيبه اللي عنده. مظبوط. هو كهرباء ما لعبش كتير والنادي الاهلي كسب. وممكن ما يلعبش الماتش، يعني وارد يعني. وكهرباء كان احتمال كبير ما يلعبش، محمد شريف هو اللي بيلعب دلوقتي يعني. يعني كان وارد، ممكن يعني في الاخر وارد يعني. المشكلة كابتن محمد أنا عايز أقول لك عليها. طب أنت بتقول لي زعلت ليه من يعني من رأي الكابتن شوقي، عشان إيه؟
لا يعني 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 ليه 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 احنا بقينا عندنا موضة في مصر ان احنا نبعد الناس عن الفنيات ونبعد الناس عن المشكلة الحقيقية اللي عندي. انا بتكلم على طول الوقت في مظلومية ليه؟ يعني انا يعني دلوقتي في الوقت بتاع كهربا القانون ولا مش قانون، هم مش دول برضو ايدوا الثلاث لعيبة؟ هم كانوا كويسين لما ايدوا الثلاث لعيبة وبقوا وحشين لما اشتغلوا قانوني وما ينفعش. امام عاشور لما توقف ليه يا كابتن؟ لان نادي الزمالك ما بعتش تظلم بامام عاشور اللي هو في العشر ايام في العشر ليه ما حدش يقول لهم الكلام ده؟ يعني اتقال كتير يا كابتن، لكن في الاخر على فكره انا مش معترض ابدا على اي موقف ياخده الزمالك من الناحيه القانونيه، كل هيئه من حقها تستخدم كل ما تمتلكه من ادوات قانونيه. انا بس اعتراضي على الانسحاب بس. انا كنت شايف هو ماتش السوبر معروف من امتى؟ من كتير يعني، من قد ايه يعني؟ من وقت ما الاهلي كسب الفاينل الكاس وبقى معروف اهلي وزمالك او زمالك واهلي في كاس السوبر، بقى لنا دلوقتي اكتر من شهر ونص، حددوا حتى ميعاد المباراه من بدري بعد فوز الاهلي باللقب. يعني اجي قبل الماتش بثلاث ايام واحنا بنلعب بره، انا كان وجهه نظري ان انا اقدم مصلحه مصر اكبر من اي مصلحه اي نادي، بمعنى ان 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 ده انت اهلي وزمالك سفير لمصر في الامارات، المباراه دي مباراه لمصر مش لل مش لل هي تعبر عن الكره المصريه ومكانتها يعني. طبعا لا وكمان ناحيه دعوه لمصر ان انك انت فيها كره كويسه، انك انت قوه كويسه في كره القدم، عندك كوبايه كره في العالم العربي بيلعبوا مباراه جيده، فدي بتعليك انت وبتعليك بره. لما يحصل موقف زي ده بالعكس انت انا ازعل، ازعل انه ما حدش حط مصر في عينيه، انه 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 ما تروح تلعب، ما فيش مشكله، وخد حقك وخد حقك بعد ما تلعب زي ما انت قلت يا استاذ محمد. ده بس اللي زعلتني، لكن اي قرار الواحد بيحترم القرارات اللي ياخدها الانديه. واحنا يعني انا كمنتمي النادي الاهلي عمري ما اديت رايي اصلا في قرار ياخده نادي اخر، انت حر اعمل ما بدالك، ولكن النادي الاهلي دائما بيشتغل في النواحي القانونيه. النادي الاهلي دائما مش بيتجامل زي ما الناس بيقولوا، دي شماعه اتعملت بقالها 50 60 سنه عشان يهربوا من فنيات جوه الملعب. يعني اللي هو طول الوقت ان النادي الاهلي بيتجامل، طول الوقت النادي الاهلي عمره ما اتجامل بالطريقه اللي الناس بتتكلم فيها. ليه تخدعوا جمهوركم؟ ليه تخلوا جمهوركم دايما يبص على خارج الملعب؟ احنا لما في ماتش السودان لو فاكروا احنا خرجنا من كاس العالم، ودونا برضو الحتة ان احنا نبص خارج الملعب، ما بصناش جوه الملعب. هي دي اللي انا بس كنت عايز اقولها، لكن بعد كده تحت امرك، اتفضل يا استاذ محمد. خلينا بس نتفق انه من حق نادي الزمالك ان ياخدوا الخطوات اللي شايفها من وجهة نظره لصالح النادي، لكن احنا بنختلف انا شخصيا في الرأي في فكرة الاعتذار او الانسحاب عن المباراة. يعني طبعا عايز تروح المحكمة الرياضية روح، من حقك، اي حد من حقه ان يلجأ لكل السبل القانونية، ده حق اصيل، وده اللي الاهلي عمله. الاهلي راح للتظلمات وراح للقضاء الاداري وبعت شكوى رسم لاتحاد الكورة وخد كل الاجراءات القانونية، لكن بيشارك في المباراة. الاهلي مؤسسه يا استاذ محمد، اشتغل كده. فانا كان نفسي الزمالك يعمل نفس هذه الطريقه ويروح للمحكمه الرياضيه وبعد كده ياخد كل الاجراءات اللي هو عايزها. يعني عموما الاهلي الوقت سافر بنفس القايمه بتاعه الماتش بتاع الرجاء. هل دي ما كانتش فرصه يا كابتن ان ممكن بعض اللعيبه اللي بعيده زي سافيو، زي شادي حسين، زي رأفت خليل مثلا، يعني ايمن اشرف، تبقى موجوده في الـ في الـ في مباراه زي دي؟ هو كولر بقاله بالظبط يعني عشان بس افهمك السيناريو اللي كان شغال بيه من بدايه السنه لو فاكر يا استاذ محمد، اول ما جه حتى كلنا كنا بنتساءل التغييرات الكتيره اللي بيعملها من ماتش وماتش في بدايه الدوري، والناس اتكلمت على انه بيعمل تدوير في بدايه الدوري، وبدايه الدوري ما بيبقاش تدوير، بداية الدوري بيبقى تجهيز عدد كافي من اللاعبين عشان يبقوا في فترة من الفترات التشكيل ثابت، الناس اللي موجودة جوه القايمة ثابتة. دي الفترة زني الثمار دايما المدربين الكبار الأجانب بيعملوها، يبدأ في الأول يعمل تجهيز للاعبيه وبعدين يثبت في الآخر.
بيعملوا دلوقتي بيعمل العكس، وبالاخص ان النادي الاهلي بقاله سنتين بيشتكي من حته ضياع الدوري علشان اخر خطوات الدوري بيقع فيها، لانه كان بيلعب مباريات اكتر، عدد من المباريات اكتر، فهو زود المساحه ما اجهدش اللعيبه، ولما وصل لفتره جني الثمار اللي هي في الثلث الاخير من الموسم بدا يثبت، فهو عنده حته التثبيت اللعيبه دلوقتي، فالقايمه اللي راحت الرجاء هي اللي هتروح السوبر، هي اللي هتلعب طب بقيه المباريات بتاع بطوله افريقيا حد ما يحسمها، ولو الدوري اتحسم بدري وده متوقع ان شاء الله يحصل ان هو يشفك بقى اللعيبه الاخرين. طب انت يا كابتن وجهه نظرك ان مواجهه الزمالك في السوبر كانت افضل للاهلي ولا مواجهه بيراميدز دلوقتي كما تقرر يعني؟ لا للزمالك طبعا. افضل للاهلي كتير انه كان يقابل الزمالك من بيراميدز. ليه بقى؟ للمستوى في الوقت الحالي يعني، انت عارف ان كل فرقه نادي الزمالك نادي كبير طبعا، احنا نعترف ان 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 مباراه اهلي وزمالك بتبقى ليها يعني بيراميدز اصعب تقصد؟ اه طبعا يعني انت بص للجدول يعني انت بتتكلم على جدول الدوري بيديك انطباع عن مستوى الفرق اللي في الجدول اللي في الدوري الاول. بس 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 دي بطوله من ماتش واحد، ونادي الزمالك عنده خبرات اللعب في الماتشات اللي زي دي وخط في بطولات زي دي يعني غير بيراميدز. ما هو يعني هم ردوا عليك يا استاذ محمد في الموضوع ده، يعني لو هي الانطباع كده ما كانش يمسحها، انت فاهمني؟ يعني لو كان متاكد من المستوى الفني ال 100% في الوقت الحالي ما كانش مسحب، لو حتى يتغاضى عن اي حاجه لانها بطوله بتاعت مباراه. هو الانسحاب بسبب ازمه كهرباء مش بسبب المستوى الفني يعني. ايوه في اسباب كتير، في اسباب معلنه واسباب غير معلنه يعني. يعني انا بكلمك من الناحيه الفنيه يعني، انا دلوقتي في الوقت الحالي النادي الاهلي وصل لمرحله كويسه فنيه، فانا هقابل النادي الاهلي في الوقت ده، فلو انا كنت افضل منه فني في الوقت اللي احنا واقفين فيه دلوقتي كنت ممكن اقاتل شويه ان انا اروح العب المباراه واكسب المباراه واكسب البطوله. يعني انت شايف ان بيراميدز هيبقى منافس قوي للاهلي في هذه المباراه؟ اه طبعا لحاجتين مهمين قوي. رقم واحد ان بيراميدز مش هيبكي على حاجه لانه جاي في ظروف صعبه، الناس ما كانش تلعب المباراه وما كانش بتحضر للمباراه، فتروح تلعب باريحيه كبيره قوي، الضغط هيزداد على النادي الاهلي جدا لانه بيراميدز مش يعني اكيد هيلعب على البطوله، لكن لو خسر البطوله عنده ما هو يعني عنده حته ان هو يقول لك انا ما كنتش مستعد كويس نفسيا، ما كنتش مستعد كويس. ما عندوش ضغط جماهيري برضه والاعلامي وكل الكلام ده، وما عندوش ضغط جماهيري واعلامي، فالحاجه فدي. والنادي الاهلي طول الاسبوع اللي فات بيحضر على نادي الزمالك غير نادي بيراميدز، هي هتبقى متبادله يعني بيراميدز والاهلي. هل هياثر على بيراميدز انه هيسافر متاخر يعني مسافرين بكره الساعه 6 والماتش يوم الجمعه انت عارف؟ لا ما تاثرش، علشان حته بيراميدز الفتره اللي فاتت هو بعد ما خرج من البطوله يمكن دي اللي تاثر عليه شويه. لكن الحته بتاعت السفر، طب ما هو انت لو اتكلمت على تاثير الاهلي عنده تاثير اكتر رغم انه راح بدري شويه، لكن النادي الاهلي كان جاي منين؟ كان جاي من المغرب، بطوله قويه، ماتش قوي جدا، مستوى فرقه ما خد بالك بيراميدز جاي من جنوب افريقيا. أنا فاهم. لسه واصل. انا فاهم. ولكن انت بتتكلم على مستوى الفرقه اللي كانت بتلعبها بيراميدز ومستوى فرقه الرجاء وقبليها مستوى فرقه الهلال السوداني مع النادي الاهلي. وحته السفر وحته. طب انت عندك نسب للماتش ده يعني نسبه ده يعني كام في الميه وكام في؟ انا شايف ان 60 اهلي 40 بيراميدز. لا يا راجل. 60 40؟ 60 40 دي نسبه في صالح بيراميدز جدا. طبعا يعني 60 للاهلي 40 بيراميدز، يعني مش 70 30 الاسباب اللي انا عشان الاسباب اللي انا بقولها لك يعني مش 70 30 ونبقى مجاملين بيراميدز؟ لا يبقى انت تقدر تديني نتيجه تتفضل تديني نتيجه 3-1 اهلي. عارف ساعتها اعمل ايه انا؟ قول لي هتعمل ايه؟ لا بقول لك ايه انت ساعتها لا هبصم 100% انا بصم. انت باصم اصلا؟ لا انت تعمل مرحله اعلى من كده. لا مرحلة بقى ما أعلى من البصم دي مش عارف لسه بقى. لكن 3-1
انا شايف انه انه ان بيراميدز فريق يعني خرج من الموسم عايز يعمل شكل، عايز يعمل هيروحها فعلا. الماتش هيبقى قوي و3-1 يعني، هو وبالاخص انه جاي من بعيد. عارف فاكر الدنمارك؟ فاكر طبعا الدنمارك في امم اوروبا. ايوه امم اوروبا كان ده هو لما شارك اصلا ما كانش مشارك، هما كانوا على الشواطئ اللعيبه جم خدوا البطوله لان الضغوط اتشالت من عليهم. فبيراميدز الضغوط ما اتشال من على بيراميدز دي حقيقه، يعني الضغوط زادت على النادي الاهلي بوجود بيراميدز. انه كمان خساره من زمالك غير خساره من بيراميدز. يعني لو خلص 3-1 هيبقى في سيستم تاني بينا يعني، خد بالك. فهيبقى في، لا هتبقى في بقى يعني ايه غرامه كبيره مني. خد بالك هكلمك يوم الجمعه بالليل. خلاص. طب ولو النادي الاهلي كسب 2-0؟ انا بقول لك 3-1. طب ولو كسب 2-0 اكسب انا؟ انت بتقول 60-40، هيبقى هتبقى رايك 2-0؟ يعني 2-0 للاهلي؟ للاهلي. يبقى النسبه 60-40 ازاي؟ لا النسبة 60-40 ان النادي الاهلي لو 70 يكسب 3-0. اوكي. لان 70-30. طب انت بتقول 2-0 وانا بقول 3-1. طيب خلاص. نترجمها يعني لازم تبقى فيها تعويرة، ايه هي بقى ما نعرفش بقى. هنشوف اي حاجة. هنشوفها يوم الجمعة يا كابتن. خلاص يبقى لي عشاء عندك لان انا واثق 2-0 ان شاء الله. انت في كل الاحوال يا كابتن ليك عشاء عندي ان شاء الله. حبيبي كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. طبعا الاهلي النهارده سافر الصبح من مطار القاهره، وصل مطار ابو ظبي، الناس استقبلوهم الحقيقه استقبال رائع جدا. اول ما وصلوا الباص والشياكه ويعني الحقيقه والجماهير وكل الناس زي ما احنا شايفين، هي صور من استقبال النادي الاهلي والجمهور موجود اهو من روابط الاهلي هناك. ثم انتقل الى فندق الاقامه، اول ما وصلوا على طول يعني تناولوا وجبه الغداء، وبعدين عمل معاهم كولر المدير الفني محاضره فنيه في القاعه المخصصه لده في قلب الاوتيل زي ما احنا شايفين اهو وصول البعثه. بعد كده محاضره فنيه، واتمرن الفريق النهارده اول تمرين ليه على في ابو ظبي، او متجهين اهو من الفندق الى الامارات طبعا في حاله يعني هدوء واستقرار نفسي. والحقيقه الراجل ده يعني من الناس اللي بتقدر ان هي تخلق جو الحقيقه مستقر جدا وجو هادي وجو يعني بيؤدي الى نجاح كبير جدا. ادي وصلوا ملعب المران، مرن فرقه الاهلي مكتمله النهارده، ياسر ابراهيم ادى تدريبات كده علاجيه بسيطه وباقي الفرقه اتمرنت بشكل جيد. اقول لكم قائمه النادي الاهلي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، في الدفاع هاتوا لنا صور التمرين يا جماعه وهو شغال عشان الناس تتفرج على التمرين بتاع الاهلي. يعني في الدفاع محمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد اشرف. نص الملعب عندك مروان عطيه، حمدي فتحي، اليو ديانج، احمد قندوسي، محمد فخري، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر. عندك في خط الهجوم محمد شريف ومحمود كهربا وبيرسي تاو. بيغيب عن هذه المباراه عمرو السوليه يعني في مرحله استشفاء، طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد بيؤهلوا بعد الحمد لله يعني ما اجروا عمليه الرباط الصليبي في مرحله التاهيل. رامي ربيعه طبعا لسه في مرحله الاصابه، برونو لاسباب فنيه بقى، برونو سافيو بعيد، ايمن اشرف بعيد، كريستو كان عنده اصابه لسه ما جهزش، شادي حسين كمان بعيد، رأفت خليل ايضا بعيد. النهارده كان في عجبتني لقطه جميله جدا، عيد ميلاد شادي حسين. والحقيقه كل اللعيبه المستبعده اللي بتتمرن في النادي الاهلي النهارده البعثه سافرت، فاللعيبه بتتمرن اللي هي مستبعده، عملوا صوره لقطه حلوه جدا، كلهم التفوا حوالين شادي حسين زي ما احنا شايفين جايبين له تورته اهو، واحنا شايفين ادي سافيو وادي ايمن اشرف وادي كريستو وادي رامي ربيعه وادي السوليه واكرم توفيق وكريم فؤاد وكلهم بيحتفلوا الحقيقه بيوم ميلاد شادي حسين. كل سنه وانت طيب يا شادي. عايز اقول لكم على حاجه، الاهلي كمان طلب من اللجنه المنظمه
انه يعدل ميعاد الرجوع. اللجنه المنظمه يعني بتحتفل بالفرق اللي بتسافر فحجز لهم يعني يخلصوا الماتش الجمعه يا السبت لو عايزين ينزلوا يشتروا حاجات او حاجه من ابو ظبي ويسافروا لحد الصبح. الاهلي طلب ان السفر فورا يكون عقب المباراه تنتهي يوم الجمعه ان شاء الله. الاهلي طالب ان المباراه تنتهي فورا. كولر طالب انه فورا يرجعوا على مصر عشان خاطر يستعد لمباراه حرس الحدود يكون في وقت. مباراه حرس الحدود هتكون يوم 9 مايو يا دوب الفرقه توصل مثلا فجر السبت يريحوا يوم والحد يتمرنوا عشان المباراه هتكون حرس الحدود يوم 9 مايو. فاللعيب تاخد وقت اللعيبه تاخد وقتها من الراحه الوقت المناسب من الراحه. عايز اقول لكم كمان خبر مهم جدا. يعني الاهلي فوجئ في الايام الاخيره دي بعروض احتراف بتنهال بشكل كبير جدا على مدافع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم طبعا من الناس المدافعين اللي تألقوا جدا 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 في الفتره الاخيره وظهروا بمستوى عالي جدا الحقيقه سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. يعني دلوقتي تقدر تقول عليه معلم خط الدفاع. معلم خط الدفاع لان هو لعيب بيمتاز بالاداء الرجولي والرؤيه العاليه جدا ومهارات كره القدم والمدافع الراكز واللي عنده ثقه في نفسه. يعني الحقيقه من اللعيبه اللي بقت مهمه جدا في المركز ده سواء في الكره المصريه او على المستوى الافريقي. فجاي له عروض احتراف كبيره جدا وقع طبعا بالنسبه له. محمد عبد المنعم ده لما يطرح فكره احترافه في الخليج دي وقع اللي هتاخد فلوس كتيره جدا نسب عاليه جدا. فبدات الوكاله تشتغل سواء انديه سعوديه انديه قطريه بالتحديد وبداوا يتكلموا مع النادي الاهلي. الاهلي طبعا فوجئ بالموضوع ده اغلق الباب ده تماما في وجه كل الوكلاء واعلنوا كده بشكل واضح ممنوع انك تيجي حتى تناقش اي وكيل يجي يناقش النادي الاهلي في عرض احتراف لمحمد عبد المنعم في اي نادي خليجي مهما كانت قيمته. ده مساله محسومه. الاهلي بيقول لك مساله محسومه انا ببني نادي فريق علشان خاطر يشتغل لمدة 5-6 سنين جايين. الحالة الوحيدة اللي الأهلي هيقبل الحديث عن احتراف محمد عبد المنعم لن يكون إلا في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة كمان وبمبلغ كبير جدا. غير كده ممنوع أي حد يتكلم تحديدا في محمد عبد المنعم أو عرض احتراف لمحمد عبد المنعم. المسألة دي مرفوضة تماما تماما. في الناحية التانية كان قفشة طبعا قعدوا يبنتها بنهاية الموسم الجاي وبعيد عن التشكيل الاساسي بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت. وفي كلام ان برضو الوكلاء اللي معاه بيحاولوا يشوفوا القفشة عروض خارجية. هقول لكم دلوقتي قصة مهمة جدا في قفشة بس انا اخد من الامارات كابتن نجمنا طبعا كابتن بدر رجب نجمنا الكبير ومدربنا الكبير المتواجد في الامارات. كابتن بدر مساء الفل. مساء الفل يا كابتن محمد وحشني يا حبيبي كل سنة وانت طيب. كمان يا كابتن وانت طيب وبخير يا رب. حبيبي يا كابتننا يا نجم الكبير الله يخليك يا كابتن. احنا قلنا بقى انت الاهلي وحشك قلنا بقى نبعته لك هناك الاهلي بنفسه. والله عندك في الامارات احنا اشتقنا يا كابتن محمد للاهلي بما اننا اهلاويه احنا اشتقنا للاهلي. رحت لهم ولا لسه؟ لسه النهارده هم لسه ما رحتش رايح بكره ان شاء الله النهارده باذن الله. قول لي الاجواء عندكم الاجواء عندكم ايه يا كابتن في ماتش السوبر؟ والله الناس مشتاقه جدا للنادي الاهلي خصوصا بعد العروض القويه اللي عملها في الفتره الاخيره وفي ثبات في المستوى الفني والمهاري بتاع النادي الاهلي. فالناس متعطشه جدا لاداء النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي وهم اصلا هنا في الامارات بيحبوا النادي الاهلي. يعني بيحبوا الاهلي اكتر ولا الزمالك؟ جدا والله الفريقين لهم شعبيه كبيره هنا لكن النادي الاهلي الفتره الاخيره الناس ابتدت هنا في الامارات تتعاطف معاه. تاريخه الكبير ونتائجه الكبيره وبطولاته اللي بيحققها بالتالي بقت الناس عندها وعي انها تمشي ورا النادي اللي هو بيحقق بطولاته واللي هو بيعمل اداء كويس وان هو عنده ثبات في كل حاجه سواء في النواحي الاداريه او في النواحي داخل الملعب. طب قول لي فارق مع الناس انه الاهلي يلعب مع الزمالك او مع بيراميدز؟ اكيد فارق من ناحيه الشعبيه طبعا. اكيد يا كابتن محمد انت بتتكلم في قطبي الكره المصريه النادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار والناس بتستمتع بالمباراه نفسها لان هنا في تعرف في قانون جديد جدا والناس بتلتزم جدا فبتبقى المباراه كوره ما فيش حاجه خارج الملعب من اللي بيحصل كله داخل الملعب. يعني اداء الفرق اللي هي موفقه والفرق اللي هي عندها ثبات انفعالي والفرق اللي هي عندها اداء
بتأديه هي اللي بتنتصر في الآخر. فاللعب بقى لعب جوه الملعب بس، مفيش حاجة تاني. انت 11 لعيب 11 لعيب نادي ضد نادي، بالتالي الشعبية الكبيرة جدا هي اللي تتحكم في الجماهير. يعني لما تجيب فرقة تانية غير النادي الزمالك بتبقى المباراة مش بنفس ال، وإن كان جماهير النادي الأهلي طبعا في أي مباراة هي بتحضر، سواء بتلعب أي نادي فبتحضر. لكن هل الناس اللي اشترت تذاكر المباراة كانوا بيشجعوا الزمالك؟ يعني أنت عارف الأهلي والزمالك يعني المدرجات بتتقسم نصين، يعني هل أنا عايز أقول أعلنوا عن إعادة طرح التذاكر دي مثلا؟ لا ما افتكرش. اللي قطع زمالك هيخش النادي اللي هيجي التاني، ما افتكرش. هيخش ايه؟ مفيش وقت يا كابتن محمد، هيخش بنفس التذكرة بتاعت الزمالك دي على انه الفرقة اللي جاية اللي هتيجي كان مين هيلعب الاهلي. اي بس ممكن انا اكون يعني قطعت التذكرة عشان اشجع الزمالك فالزمالك مش جاي فخلاص مش هروح، وارد. هل لا ما افتكرش لان هما برضو مهما كان عايزين يخشوا يشمتوا في النادي الاهلي، فكده كده هيبقوا موجودين. هيبقوا موجودين يا كابتن ما تقلقش. هيشجعوا بيراميدز يعني؟ اكيد هيشجعوا بيراميدز. لا يعني انت في ناس في حاجه ضد الاهلي. هل 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 في ناس يعني انت تعرفهم يا كابتن يعني مشجعين مش سواء مواطنين او مصريين يعني زملكاويه قال لك هخش برضو المباراه؟ هخش اشجع بيراميدز. بجد؟ لو بيراميدز جه هخش اشجع بيراميدز. المهم يبقى حاجه ضد النادي الاهلي وخلاص. ما خد بالك ودي ضريبه الانديه الكبيره يا كابتن محمد. لا بقى طبيعي اي طبيعي. نادي كبير بيبقى ليه ضريبه ان انت تملي عايز تكسبه وعايز تكسبه. في الاخر بيراميدز نادي مصري طبعا مفيش مشاكل، بس خد بالك ان بيراميدز ملاك اماراتيين. هل ده عامل تعاطف ليهم من اشقائنا في الامارات ولا مش باصين للنقطه دي؟ لا لا خالص مش موجود الكلام ده خالص. غير موجود بالمره يعني. لا 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 غير موجود بالمره. انت عارف يا كابتن محمد النادي الاهلي شعبيته كبيره في كل العالم. يعني نادي لعب كاس عالم انديه ولعب وخد بطولات افريقيا وخد بطولات محليه، فبالتالي سيت النادي الاهلي في كل حته ليه شعبيته وليه نجوميته وليه طريقه. فنيا يا كابتن وجهه نظرك الاهلي كان يقابل افضل الزمالك ولا بيراميدز؟ يعني انا كان اصعب. انا اصعب انت عارف الماتشات اللي هي مره واحده دي مفيش رد، يعني لازم النتيجه تتحسب في نفس المباراه وتبقى مباراه غير مضمونه سواء هنا او هنا. لكن لما بتلعب ضد نادي الزمالك ده نادي كبير، بالتالي المباراه هتبقى ليها من الناحيه الشعبيه على الاقل. طبعا من الناحيه الشعبيه مش مقارنه. رونق خاص طبعا. لكن بتكلم كمنافس في الملعب. لا كمنافس النادي الاهلي يلعب قدام اي حد. يعني احنا النادي الاهلي عنده مقومات يلعب قدام اي حد حتى لو فرق في اوروبا. ده مش غرور ان النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فعلا الفتره الاخيره باستقرار سواء اداري وجماهير متعاطفه جدا مع النادي واقفه جنب النادي واقفه كبيره جدا جدا جنب النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيبسط جماهيره، فبالتالي الناس متعاطفه جدا دلوقتي مع الفريق ده، وخصوصا النادي الاهلي في مرحله تكوين بيكون فريق وبيحافظ عليه علشان يقدر يخوض بيه بطولات كتير ويبقى عنده يعلي رصيد البطولات تاني، مش 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 نايم على البطولات اللي عنده بس. فبالتالي هو دلوقتي في مرحله تكوين فرقه جديده تمثل النادي الاهلي. هتشوف الماتش من الملعب؟ اكيد اكيد انا عندي تحليل في الماتش، فهبقى في الملعب ان شاء الله. ده في قناه ابو ظبي ان شاء الله. مع يعقوب ولا ايه؟ اكيد. سلم لي عليه كتير. أكيد. الله يسلمك. اكيد مع الكابتن يعقوب السعدي. خد بالك يعقوب السعدي ده صديق كل المصريين. يعقوب ده يا كابتن جميل. يعقوب مصري اصيل. اماراتي مصري. هو بقى كل الاماراتيين اماراتي كده. مصري. وهنا الاماراتيين يا كابتن بيحبوا مصر وبيحبوا المصريين. بيحب يعني في يعني شعب حباب مزمين. وبيميل للكره المصريه كمان، بيحب الكره المصريه مزمين. وعارفين النجوم اللي فيها، عارفين نجومنا، متابعينها جدا. دي حقيقه. وكمان هنا كمان يا كابتن محمد الكره الاماراتيه اتطورت بطريقه كبيره، خد بالك. طبعا الكره الاماراتيه دلوقتي بقت يعني اتطورت كتير طبعا على مستوى المنشات. فبالتالي هم بيحبوا لعيبه الكوره وبيحبوا الانديه الكبيره. مظبوط اكيد 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 مظبوط. الكوره عندهم خد بالك مهمه جدا. انا بشوف لما بسافر بيبقى لهم كمان ملتقى كده بالليل يتفرجوا على ماتشات الدورات الاوروبيه والدوري الاماراتي. ده انا فيها ناس اصدقائي يبقوا حاطين اربع شاشات. مظبوط. والله محمد هنا واحد شغالين في وقت واحد. ايوه الاماراتيين والدوري المصري والدوري الاماراتي والدوري الايطالي طول يعني بيقضوا اليوم كله كده. الاماراتيين عشاق لكره القدم. بصراحه يعني بصراحه عموما يا كابتن بيحبوا كل الدوريات. ده عيد
كبير ان شاء الله للكره المصريه باذن الله يوم الجمعه، ونحتفل عرس يا كابتن. عرس طبعًا. كبير طبعا ان شاء الله باذن الله. ده عرس كبير للكره المصريه ان شاء الله. بتمنى ان المباراه تليق بمستوى الفريقين اللي هيلعبوا ويشرفوا الكره المصريه، يعني يبقى على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى يعني نفسي بعد المباراه اللعيبه تسلم على بعض زي ما بنشوف في اوروبا كده يا كابتن. احنا مش اقل، احنا مصر مش اقل من اي فرقه في اوروبا، ان انت تبقى عندك السلوك الرياضي وتتقبل الهزيمه وتتقبل النصر، لان ما فيش حد بيكسب على طول ولا حد بيخسر على طول. عايزين نرجع كره زمان واخلاقيات زمان اللي ابتدت تندثر في الفتره الاخيره بسبب التعصب الاعمى اللي بعض الناس زرعوه ما بين الناديين الكبار الاهلي والزمالك. ان شاء الله يا كابتن، انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا نجمنا كابتن بدري رجب. كابتن بدري رجب، انا بس عايز قبل ما اطلع الفاصل كنت بقول لكم على موضوع قفشه عقده ينتهي بنهايه الموسم اللي جاي، فبدات الوكاله بتاعته تبص له على عروض خارجيه في الخليج، ويعني كولر له طريقه معينه في اللعب او في معظم المباريات بيستخدم قفشه او بيستخدم قندوسي او بعض اللاعبين في المباريات اللي بيحتاج فيها صانع العاب، لكن ده بتبقى قليل، لكن هو بيعتمد دايما على اللعيب خط النص المدافع القوي اللي عنده القدره انه يؤدي ادوار دفاعيه بشكل كبير بجانب دور الهجومي. عشان كده بيعتمد على مروان عطيه، بيعتمد على حمدي فتحي، بيعتمد على اليو ديانج، ومعهم السوليه طبعا بالتحديد هذا الرباعي. فالكلام انه قفشه الوكلاء بيشوفوا له عرض في الخليج، لكن الجديد انه في بعض الوكلاء بتحاول تفتح كلام مع الزمالك، خدوا بالكم بس بالمعلومه دي، مع الزمالك علشان يشوفوا اذا الزمالك عنده ميل لفكره ضم قفشه، يبتدوا هم يفتحوا الكلام مع قفشه نفسه. ربما قفشه يمكن ما يعرفش هذا الكلام، لكن من قلب ناس بتحاول مع نادي الزمالك، ولا حتى الزمالك لسه يعني ادى راي في الموضوع، ان ناس بتحاول تفتح مع مسؤولين في نادي الزمالك قصه قفشه علشان خاطر ياخدوا ضوء اخضر يبتدي يتكلموا مع قفشه اللي من حقه في يناير انه يوقع لاي نادي. لكن هل ده هيحصل مش هيحصل؟ الامور هتتم ازاي؟ هل قفشه هيمشي؟ هل قفشه ممكن يستعيد تالقه مره اخرى ويجبر الناس زي ما عمل كده رامي ربيعه مؤخرا، زي ما عمل كده حسين الشحات مؤخرا، فكل الناس متوقعه، وياسر ابراهيم تجديد عقودهم بعد ما كانوا يعني مع بدايه الموسم الناس كلها بتتكلم انه ممكن يمشوا من النادي الاهلي. هنشوف الفتره الجايه هتمشي ازاي. خلينا اطلع فاصل سريع، عندنا كده تقرير عن ازمه السوبر، وعندنا ايضا تقرير عن الازمه بتاعه الترجي وشبيبه القبائل اللي حتى الان الاتحاد الافريقي ما اخدش قرار فيها، وبعدين نرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. على فكره نادي الزمالك في الخطاب اللي بعته لاتحاد الكوره قال انه اتحاد الكوره بعت قال له 60 دقيقه ترد عليا، والزمالك اعترض على طريقه الجواب وصياغه الخطاب. خلينا اقول لكم الجواب اهو قدامي اللي بعته اتحاد الكوره لنادي الزمالك برضو علشان خاطر يبقى احنا ايه يعني جبنا من اصل الجواب ايه المنطوق بتاع الجواب او ايه صياغته. يعني اللي اعترض عليه الزمالك في رده: السيد الاستاذ ايهاب السيد خضر القائم باعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك تحيه طيبه، وبعد بمناسبة إقامة مباراة السوبر المصري يوم 5/5/23 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث أن مجلس أبو ظبي الوطني اللي هو الرياضي يعني المنظم للمباراة قد قام بحجز تذاكر الطيران الخاصة ببعثة ناديكم على الرحلة رقم 916 MS بتاريخ 1/5/23، قد فوجئ الجميع بعدم استقلال بعثتكم الطائرة المذكورة. لكن ميعاد الزمالك يسافر على فكره امبارح بالليل الساعه 11 بالليل 12 بالليل، وبناء عليه فبرجاء الافاده عن مشاركه ناديكم من عدمه قبل الساعه 3 مساء اليوم حتى يتسنى لمجلس اداره الاتحاد اتخاذ اللازم. وفي حاله عدم ردكم في الموعد المحدد من موقف نادي الزمالك في الاشتراك في هذه المباراه يعتبر ناديكم منسحبا وتطبق اللائحة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. ده الجواب اللي بعته اتحاد الكرة لنادي الزمالك، واللي رد عليه نادي الزمالك هتقولي اول صفحة كده في رد الزمالك، قال نادي الزمالك ان الاتحاد بيمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد على الخطاب
او اعلانكم بالحرب. قال كده الزمالك في الجواب بتاعه، قال كده رسمي يعني. لكن الحقيقه الاتحاد الكوره كان عايز يعرف اهو، ادي رد الزمالك اهو في السطر الرابع: اما ان الاتحاد يمنح النادي مهله 60 دقيقه للرد على خطابكم او اعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضيه التي تشارك في مسابقات كره القدم، فهو امر مضحك يدعو للبكاء. فعشان كده ده منطوق الجواب بتاع اتحاد الكوره، الجواب الرسمي فعلا اللي راح لاتحاد الكوره. لما الزمالك رد رسمي بعيد عن تفاصيل الخطاب، بس في الاخر الزمالك قال انه مش هيشارك في هذه المباراه، ارسل اتحاد الكوره رسمي لنادي بيراميدز خطاب: السيد الاستاذ ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، تحيه طيبه وبعد، يهديكم رئيس واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، اهو قدامي اهو، اطيب التحيات، متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق، نتشرف بدعوه نادي بيراميدز للمشاركه في مباراه كاس السوبر المصري موسم 21-22 المحدد لها يوم 5/5/22 بدوله الامارات العربيه المتحده بصفتكم وصيف الدوري العام للموسم الماضي، لذا نرجو من سيادتكم سرعه موافاتنا بقائمه للبعثة الرسمية لناديكم حتى نتمكن من اتخاذ اللازم وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر، علما بأن الاتحاد المصري سيقوم بتوفير السفر والإقامة والانتقالات للبعثة بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الشركة الراعية للاتحاد، وقد تحدد السفر غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة الساعة 6:00 مساء، فبرجاء العلم واتخاذ اللازم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، وليد العطار المدير التنفيذي. أرسل كمان اتحاد الكرة خطاب للشركة الراعية شركة بريزنتيشن للسيد الأستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن إلى شركة الراعية للاتحاد وللمباراة طبعا، تحية طيبة وبعد، يسعدنا أن أهدي سيادتكم أطيب التحيات، متمنين لسيادتكم دوام التوفيق والنجاح، بالإشارة لخطابكم الوارد إلينا اليوم اللي هو 2/5/23 بخصوص طرفي مباراة السوبر المصري، نحيط سيادتكم علما بأن نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أخطرنا بعدم مشاركته في المباراة، وبناء عليه نتشرف بالإفادة أن نادي بيراميدز اف سي سيكون الطرف الثاني المشارك في المباراة المذكورة أمام النادي الأهلي، وقد تم اختار بيراميدز بموعد السفر غدا الساعة 6:00 مساء على متن طائرة خاصة، فبرجاء موافاتنا بتفصيلاتها واتخاذ اللازم نحو باقي الترتيبات، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وليد العطار المدير التنفيذي. ده كان الجواب اللي ارسل لشركه بريزنتيشن اللي هي الشركه الراعيه والمسؤوله عن تنظيم هذه المباراه مع مجلس ابو ظبي الرياضي. لجنه الكوره في نادي الزمالك وفيها نجوم كبار جدا طبعا، نادي الزمالك عمل بيان يخص لجنه الكوره في النادي: لجنه الكوره في نادي الزمالك تعلن تضامنها مع قرار مجلس الاداره. اجتمعت اليوم لجنة الكرة بنادي الزمالك وأعلنت اللجنة تضامنها ومساندتها لمجلس إدارة النادي في قراره الخاص برفض المشاركة في بطولة السوبر المصري حفاظا على حقوق النادي وكبريائه، وشددت اللجنة على أن هذا القرار سيذكره التاريخ لأنه جاء لإعلاء القيم والمبادئ والأخلاق على أي مكاسب مادية قد يحققها النادي من المشاركة. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها العديد من الملفات الهامة الخاصة بقطاع كرة القدم في النادي وسبل تطوير البنية التحتية وقطاع الناشئين. كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن رسميا اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو في الإمارات بسبب محاباة اتحاد الكرة للطرف الآخر في المباراة وعدم تطبيق اللوائح والقوانين عليه، وأخيرا ما يتعلق بتعليق عقوبة اللاعب الهارب محمود عبد المنعم كهربا وعدم تنفيذ قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمدة 12 مباراة. ده كان الكلام اللي قالته لجنة الكرة، والحقيقة مهام سطرين بجانب طبعا تضامن اللجنه، وده طبيعي لان في الاخر قرار المجلس النادي لازم يتضامن معاه، يعني كل المعنيين في النادي لازم يتضامنوا مع قرار المجلس. لكن اهم حاجه السطر بتاع مناقشه العديد من الملفات المهمه، وده الشغل الحقيقي للجنه اللي هو تطوير البنيه التحتيه وقطاع الناشئين بالنسبة لنادي الزمالك، وده الحقيقة المستقبل الحقيقي لفرق كرة القدم بنادي الزمالك. عندي بسرعة كده بعض الأخبار المهمة. اتحاد الكرة عمل بيان، طب طلعوا لي كده البيان كده. عايز أقول إنه المحامي الإيطالي بتاع بيان اتحاد الكرة، الاول اقول لكم البيان بتاع اتحاد الكرة: قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ده لسه نازل بيان اهو من اتحاد الكرة المصري في اجتماع الطارئ اليوم 2/5،
في تمام الساعه 7 مساء بمقر الاتحاد وبحضور غالبيه الاعضاء لمناقشه موضوع مباراه السوبر المصري، حيث اعلن نادي الزمالك عدم مشاركته في المباراه المقرر اقامتها بدوله الامارات الشقيقه يوم 5/5. وقد استعرض الحضور مع باقي اعضاء مجلس اداره الاتحاد الخطابات الوارده وكذلك طلبات الانديه الراغبه في المشاركه طبقا للترتيب الذي انتهى اليه جدول مسابقه الموسم السابق وطبقا للائحه المسابقات. وبناء عليه قد وافق مجلس اداره اتحاد الكره على مشاركه نادي بيراميدز باعتباره الوصيف في مسابقه الدوري الممتاز امام النادي الاهلي بطل كاس مصر في مباراه السوبر المصري المقرر لها 5/5/23، واذ يؤكد المجلس اعتزازه بجميع الانديه المصريه والوقوف على الحياد وعلى مسافه واحده من جميع الانديه المصريه. ده البيان الرسمي اللي نزل دلوقتي من الاتحاد المصري لكره القدم. كان في ناس امبارح بتتكلم على فكره انه ممكن تحصل شكوى في المحكمه الرياضيه من نادي الزمالك، بل انا يعني عندي خبر بيقول ان المحامي الايطالي اللي هو مسؤول عن قضايا نادي الزمالك في الفيفا او في المحكمه الرياضيه القضايا الدوليه يعني، بلغ الإدارة إن قضيتهم إن القضية دي ممكن تبقى محسومة، بس قال لهم ربما تؤدي إلى تجميد النشاط الرياضي في مصر. طبعا قصده نشاط كرة القدم مش النشاط الرياضي يعني. والمحامي قال إن البيان اللي صدر على موقع اتحاد الكرة الرسمي اليوم بيعتبر إدانة، اللي هو الخاص بلجنة التظلمات لما علقت يعني العقوبة بتاعت كهربا. والمحامي قال إن القضية محسومة للزمالك وسيتم تجميد نشاط الكرة في مصر. طبعا يعني في الاخر احنا بنرصد الاخبار، كل الاخبار اللي بتتقال في هذا الامر. كان عندي خبر كمان بيقول ان باتشيكو كان عنده تحفظ، المدير الفني لنادي بيراميدز كان عنده تحفظ على المشاركه في المباراه دي، وانه الراجل لسه جاي من جنوب افريقيا وان الفرقه يعني ما كانتش عامله حسابها خالص انها هتشارك في مباراه صعبه زي دي او مباراه قويه زي دي. لكن في الاخر بلغوا الممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بلغوا ان ده قرار من ملاك النادي ما فيهوش هزار يعني، ولازم يشارك في هذه المباراه بصفته وصيف الدوري المصري. والحقيقه الناس الملاك بتوع نادي بيراميدز حتى هم اعلنوا ان هم مشاركتهم انقاذ للموقف، وده حاجه في الاخر احنا يعني لازم ايه نشكرهم عليه. على فكره احنا في الساعات اللي جايه في موضوع مهم جدا احنا في انتظاره، ماذا سيفعل قبل ما اطلع الفاصل، ماذا سيفعل الاتحاد الافريقي في الازمه اللي خاصه بمباراه الترجي وشبيبه القبائل. على فكره شبيبه القبائل قدم شكوى رسمي وعمل بيان رسمي امبارح، اتكلمنا عنه امبارح، بس هو كمان في الشكوى بتاعته مش بس بيطلب ان يبقى في عقاب لنادي الترجي على الاحداث اللي حصلت في المباراه. المباراه انتهت 1-1، كان الترجي كسبان في الجزائر 1-0، المباراه على استاد رادس خلصت 1-1 وبالتالي تاهل الترجي، لكن المباراه وقفت حوالي من 35 ل 40 دقيقه وكان في احداث يعني قويه جدا، ويعني شفنا الدخان في الملعب كان عامل ازاي وكان في مشاكل كبيره جدا، هم حتى عملوا بيان شديد اللهجه وفي الفاظ قويه جدا من نادي شبيبه القبائل وطالبين ان هم اللي يتاهلوا واحتساب الترجي مهزوما في هذه المباراه. الاتحاد الافريقي لازم يعني، بعض الناس كانت شايفه ان ممكن قرار الاتحاد الافريقي يخرج بعد ما الاهلي يلعب الماتش بتاعه مع الترجي، لكن انا بتصور انه خلال ساعات، ده قدامنا البيان اهو بتاع نادي شبيبه القبائل، لكن انا بتصور انه الاتحاد الافريقي خلال او لجنه الانضباط بتاعت الاخلاق والقيم بتاعت الاتحاد الافريقي يمكن خلال ساعات او ايام قليله جدا لازم هتصدر قرارها، لانه بقى في طرف ثالث اللي هو شبيبه القبائل. هل هتقرر ده منحة جديد في الموضوع؟ هل ممكن الاهلي يتفاجئ انه هيقابل شبيبه القبائل؟ فالاتحاد الافريقي عنده ثلاث خيارات، اما ان هو هيستجيب لطلب شبيبه القبائل وبالتالي يعتبر الترجي مهزوما في هذه المباراه وتقرير الحكم هيبقى ليه دور كبير جدا في المساله دي. النقطه الثانيه ان ممكن المباراه تتلعب بدون جمهور في قلب ملعب رادس زي ما هو مقرر، بس بدون جمهور. النقطة الثالثة ان ممكن تتلعب خارج ملعب رادس في ملعب تاني برضه بدون جمهور. هنشوف القصة الاتحاد الافريقي خلال ساعات، يعني في كل الاحوال هيبقى في اجراء اداري في هذه المسألة. ان الاهلي يلعب مع الترجي بجمهور اعتقد المسألة دي بقت شبه مستحيلة، والمباراة هتقام يوم 12 او يوم 13 مايو، حتى الان لم يتحدد ليها 12 ولا 13 مايو. خلوني بقى اطلع فاصل سريع بعد الفاصل، وعندنا كده تقرير عن امام عاشور
وبعد الفاصل هنلتقي مع نجمينا كابتن احمد عيد عبد الملك وايضا الكابتن محمد عبد الجليل. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجمنا جاي سخن جدا في الفاصل معانا كابتن احمد عيد عبد الملك. مساء الفل. مساء الفل عليك يا استاذ محمد، ومساء الفل على كابتننا الكبير حبيبي كابتن محمد عبد الجليل. انت سخن ليه كده؟ ما تهنى. انا مش سخن ولا حاجه، انا لسه واخد. انت بدات الحلقه من الفاصل، ما بستناش لما نبدا. واخد اوجمنتين. الف. معانا نجمنا كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق طبعا. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك يا فندم؟ منورنا. الله يخليك يا استاذ محمد. منور يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن، انت حافز بطريقه جوه. مبسوط اللي مبسوط اللي انا معاك والله يا حبيبي. حبيبي حبيبي يا مش مبسوط انك معايا؟ لا انا كده كده مبسوط مع عبد الجليل. لا انا كده كده ما كده كده معاك على طول. عامل اساس ده عيد حبيبي خد بالك. والله خلينا نزنجفه بكلمتين كده. لا مش جايبه معايا. لا اجيبه يمين وشمال جوه. النهارده مش جايبه خالص. كابتن احمد عيد، انت مع قرار خلينا اقوله اعتذار الزمالك عن السوبر، ولا كنت شايف ان هو يلعب وياخد برضه اجراءاته القانونيه الطبيعيه يعني؟ لا مع القرار 100% طبعا، ولو هو القرار الوحيد اللي خده مجلس اداره نادي الزمالك من ساعه ما كان موجود هو ده القرار الوحيد، انا بشيد بيه طبعا وبحييهم عليه. قرار صائب 100%. ليه بقى؟ لان انا خلاص انا بحفظ حق النادي. انا خلاص انا كده كده. طب وهو انت لما يعني خلينا برضه نتكلم كلام بقى بهدوء، لما ما بتلعبش بطوله يعني، دي بطوله ممكن تاخدها. وارد. وعلى فكره الايجابيات اللي هياخدها الزمالك من الفوز بالبطوله اكتر من الاهلي لو كسب البطوله. لا والايجابيات اللي الزمالك هياخدها من عدم الفوز بالبطوله برضه كتيره جدا. البطولات بتروح وتيجي، وارد اللي انت تروح برضه وتخسر عادي، مفيش مشكله. لا اقصد انه هي الفرص لما الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض متساويه. تمام. انا صح كده؟ انا ما بتكلمش على البطوله نفسها. اقصد ان الحاله الفنيه للزمالك دلوقتي مش ممكن البطوله دي تبقى عامل رئيسي لو كسبها الزمالك في انه تعيد الانتعاش للعيبه، الثقه للعيبه، ثقه الجمهور في اللعيبه، في الجهاز الفني الجديد. يعني اقصد تاخد مساحه. يعني بنتكلم على المستوى الفني قبل ما نتكلم على المستوى الاداري. بنتكلم على الابعاد الفنيه. على المستوى الفني طبعا معاك في الابعاد الفنيه. مش ممكن لو الزمالك كسب البطوله دي اللي ممكن الراجل يعمله في شهرين ثلاثه، كان ممكن الماتش ده يفرق جدا 180 درجه مع النادي، يعوض طبعا نادي الزمالك على الفترات اللي فاتت. بس برضو هو النادي بيبص لها اولا ابعاد اداريه بحته، وانا شايف ان النادي حقه اللي هو ياخد الخطوات ديت، حق نادي الزمالك اللي هو يطالب بحاجات كتير جدا الفتره اللي فاتت، سواء بقى اتحاد كوره، لجنه التظلمات، انا مش عارف بقى، اصل في لجان كتير جدا في مصر انا مش عارف اساميهم كلهم طبعا. كل يوم حد يطلع في لجنه يقول لك انا بطلع خاطب مش عارف مين، اطلع خاطب مين. انا مش عارف لجنه التظلمات بس وانضباط، لجان كتير ايه؟ تظلمات وانضباط واتحاد كوره ولجنه مسابقات ولجنه مش عارف ايه. اتحاد في لجان عادي. فكل اللجان انا شايف كل اللجان دي محدش بيعمل دوره اصلا، مفيش حد بيعمل دوره فيهم خالص. طب انت معترض على ايه؟ انت معترض على قرار لجنه التظلمات؟ طبعا معترض على بتعليق العقوبه. بتعليق العقوبه، وان انت اصلا الراجل اللي طلع قال لنا قبل كده رئيس اللجنه مين؟ المستشار عادل الشربالي. المستشار عادل الشربالي. وعلى فكره الراجل شيخ القضاه يعني. تمام. الراجل اقصد انه ايوه انا معاك، يعني ما عنديش اختلاف في الحته دي. هو حتى خبراته على مستوى القضاء في كره، هو راجل بقى 30 سنه في اللجان القضائيه في الاتحاد. تمام. اما اطلع اقول صوت وصوره في واقعه امام عاشور ان الاستئناف لا يوقف العقوبه، واجي النهارده نفس الكلمتين اقول العكس بتاعهم على عقوبه كهربا. معلقه ده ايه؟ لا هو طلع قبل ما كهربا يستأنف وطلع معاك هنا قال الكلام ده، صح ولا غلط؟ قال ايه؟ قال اللي هو الاستئناف يوقف العقوبه. معانا قبل هم لسه واخدين قرار التعليق امبارح. كابتن عادل المستشار عادل الشرباك ما دخلش معايا، مش معايا او في اي حته. ده يعني الفيديو موجود وهو بيقول ان هو قال صوت وصوره برضو انا شفتها. فهو انه النهارده امبارح العقوبه لسه متعلقه امبارح، يعني مش من قبل كده. انا الكلام اللي بتكلم فيه ده من اسبوع، من ساعه ما طلع ال 12 ماتش ان الكهرباء توقف 12 ماتش. نفس اليوم بالليل او تاني يوم بالليل تقريبا طلع قال الكلمتين دول، قال الاستئناف يوقف العقوبه.
ده انت بقى بتكيل بمكيال على نادي الزمالك ومكيال تاني على النادي الاهلي ولا على وامام ما كانش اتقدم تظلم اصلا مين؟ لا اتقدم تظلم والتظلم موجود وتقدم تظلم للاعيبه كلها جماعيا كمان وما اتخدش بيه اي حاجه. ما اتقدمش تظلم لا اتقدم تظلم والتاريخ موجود والتظلم والسوشيال ميديا منزله كل حاجه وكل حاجه موجوده بالتواريخ عشان بس نبقى متفقين. لا باقي اللعيبه حاجه وامام حاجه. لا باقي اللعيبه حاجه إمام؟ لا ماليش علاقه بامام او مش بامام. لا انت بتتكلم عن امام عاشور دلوقتي. هو الراجل طلع ماليش علاقه بامام او باقي اللعيبه. باقي اللعيبه زي كهربا امام زي كهربا كل واحد. يعني امام قدم تظلم؟ على العقوبه نفسها. يعني امام قدم تظلم؟ اه قدم تظلم. لا ماشي هجيب لك انا التظلم بعد ما نطلع من على الهواء. يا جماعه كان في خطاب نعرضه بكره. طب انا لا دلوقتي وليه بكره؟ احنا يعني احنا مالنا يعني اعداد جامد عشان يعني اجيبه لك يعني ما انا الوقت اهو قدم يا تظلم يا جماعه احنا كنا ولاعيبه نادي الزمالك الصغيرين قدموا تظلم. طب احنا كنا من يومين ثلاثه استعرضنا عناوين بعض الاخبار سنه 21 بتقول انه امام لما تقدم بالتظلم يعني جهزوها لنا من كام يوم كده لو تتذكر. ده العناوين انا ماليش علاقه في جواب موجود من نادي الزمالك. ما هو ايوه هو الجواب موجود. ما هو انا بقول لك انا هجيب لك الجواب. ما هو الاعلام قايل الكلام ده على لسان الناس في اتحاد الكره الزمالك ما تقدمش. ايوه ما هو في منشطات بتتكتب. لا هو اتحاد الكره كان بيبرر ليه عقوبه امام ما اتخفضتش وقتها. طب وعقوبه اللعيبه قدموا تظلمات اللعيبه ما برضو يعني غير موضوع امام اللعيبه اللي هي كانت موقوفه من الناشئين برضو ايه يعني هم مش زيهم زي كهربا ولا هم ولا هو ارتقى انه العقوبه تبقى ما غيرهاش. وغير كل ده هو ثبت العقوبه غير كل ده من حقه. غير كل ده مين حقه. اللي بيثبت مين اللي ثبت العقوبه؟ مش انت لما بتتظلم لجنه التظلمات دي بتقرر اما تثبيت العقوبه او تخفيفها او الغائها مش انت عندك كده او كده او كده. هو ارتقى وقتها ان العقوبه تثبت وكان ممكن يرتقف كهرباء. ايوه ماشي ما هو يعني ممكن لو هو انا ما بتكلمش هو لو ناقش يزود او ينقص او يعمل اي. انا بتكلم على الاستئناف. هو قال الاستئناف هناك لا وهو اللي قال بلسانه قال الاستئناف لا يوقف يعني العقوبه يعني وهنا قال الاستئناف يوقف العقوبه. طب انت هو دي الكلمه اللي انا بتكلم عليها. طب سواء بقى كهرباء قدم تظلم او طيب امام قدم تظلم انا ماليش علاقه. طب بالكلمة. ده اعتراضك هو قال ده اعتراضي ولا أو اعتراضك على تعليق امبارح العقوبه؟ اه طبعا ده ودي حاجه تاني. لما اعلق العقوبه ليه؟ ما انت قاعد ومجتمع وعامل الكلام ده كله. أيوة ليه؟ في مستجد. هو ايه المستجد؟ المستجد ان النادي الاهلي لجأ للقضاء. انت بتضحك ليه؟ مش ده مستجد قانوني؟ لا مش مستجد قانوني. النادي الاهلي هو ده يوقف النشاط في مصر اولا. ايه ده ليه؟ مين اللي هو اللي انت تروح لمحكمه؟ هو ده بند في اللوائح اللي موجوده. البند مش موجود ولا اجيب البند انا كمان دلوقتي؟ مين قال لك كده؟ انا بقول لك ان البند مش شأن فني. مش ما هو اداري ده هو رافع القضيه ان اللجنه تشكيلها ليس بصحيح القانون ملوش علاقه بالفنيات. ايوه طب ما هو ده قانون ده انا ما يعني الخبر ايه يا جماعه؟ ما انا مش شايف من بعيد كده يعني. هتقولي هنا يا جماعه اتحاد الكره لو يملك الزمالك ما يثبت تظلمه ضد امام عاشور فليقدمه مفيش مشكله اهو. كان في خبر تاني برضو يا جماعه ان الزمالك ما قدمش. ده بتاريخ كام ده؟ 2/5 21 2/5 21 اهو يا كابتن من سنتين بالظبط. ما هو وقت الازمه يعني وقت الازمه زي النهارده 2/5 التاريخ بيعيد نفسه. طب خلينا ناخد واحد صاحبك على الهاتف. ماشي حبيبك المدرب العام لنادي بيراميدز مين؟ فيتو. نجم طبعا نادي الزمالك الاسبق ومنتخب مصر كابتن محمود فتح الله. مساء الفل استاذ محمد. ازي حضرتك يا محمد؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كله كويس ربنا يخلي حضرتك. تحيات كابتن احمد عيد عبد الملك كابتن محمد عبد الجليل. حبيبي كابتن عبد الجليل حبيبي كلهم طيب كل حبيبي كابتن حبيبي عيد مساء الفل يا فيتو حبيبي. حبيبي عيد اصل انتوا جيتوا من الدار للمرار فجاه كده كنتش عاملين حساب. والله يا محمد يعني كان نفسنا نكون راجعين بصعود لكن هي دي الكوره ويعني قدر الله ما شاء فعل. كلنا طبعا زعلانين عشان كان عندنا امل كبير في البطوله الافريقيه ان احنا نعمل حاجه كويسه فيها. هو بصراحه يعني ان جيت للحق يعني فنيا بيراميدز افضل فرقه في البطوله المفترض يعني. يعني كنا نتمنى بس ان احنا يعني هو النتيجه هنا يا كابتن لها تاثير بصراحه وناخد البطوله لان الفرقه الماتش اللي هنا هو اللي اثر. نتيجه الماتش اللي هنا كان لها تاثير اكيد يعني عايز تصعد لازم النتيجه تكسب على الاقل احسن من كده في ملعبك. واللعبه دي تستاهل حاجه كويسه بجد يعني مش انا المدرب بتاعهم لا اللعبه دي تستاهل حاجه كويسه. فزعل كبير جدا على البطوله دي
لكن هي في الكوره ولازم نستمر ونشتغل والحياه تستمر يعني. رجعنا رحله شاقه جدا جدا يعني. تاخرنا في العوده، احنا كنا هنرجع بعد الماتش، تاخر الطياره، تاخرت حوالي 12 ساعه. رجعنا الماتش اول امبارح، رجعنا النهارده الصبح الساعه 7 يعني يوم ونص. واصلين النهارده الساعه 7 الصبح؟ الساعه 7 الصبح واصلين. فيوم الماتش كان يوم الاحد بالظبط يعني. موضوع شق جدا ومجهد جدا. وكمان يعني هو انتوا مسافروا طياره خاصه ولا كنتوا جايين طيران؟ هو يوم ونص وطياره خاصه كمان يعني. الموضوع كان صعب ومجهد جدا لينا كلنا واللعيبه طبعا، وحاله نفسيه اكيد مش احسن حاجه. وكمان اتمرنا في نفس اليوم يعني، احنا وصلنا النهارده الساعه 6 ونص وكان عندنا تمرين الساعه 6 بالليل يعني في نفس اليوم. تمام. عشان كنا نستعد لماتش الاتحاد يوم الجمعه. رجعنا التمرين لان في تكليف من النادي ان احنا عندنا ماتش السوبر مع الاهلي ان شاء الله. فهنتعامل وربنا يكرم ان شاء الله نعمل ماتش كبير ويمكن ربنا يكون بعت لنا الماتش ده في التوقيت ده. كنت لسه هقول لك، هل الماتش ده بالنسبه لكم ان بعض الناس ممكن تشوف انه ده اجهاد وان انتوا لسه جايين، بس في نفس الوقت ممكن يكون نقطه انطلاق جديده للبيراميدز؟ هو مليون في المية إجهاد مش طبيعي وفي ظروف أكيد صعبة، ده مليون في المية، وإحنا يمكن كلنا عارفين كده وقلنا للعيبة كده، لكن ومعاك كباتن أكيد كبيرة وعارفة إنك تطلع اللعيبة من الحالة النفسية دي وتقول لهم عندي ماتش 90 دقيقة أو بطولة أسهل 100 مرة لما يبقى عندك ماتش في الدوري. فاحنا بنحاول نشتغل عليه، وبرغم حالة الإجهاد إن إحنا عارفينها وعملوا ماتش وحاولوا. انت بتحاول تستنفر تاني روح اللعيبه ان دي ممكن تبقى ماتش بطوله. ما هو فعلا بالفعل ماتش بطوله و 90 دقيقه، فربنا بيديك فرصه ثانيه ان انت تحاول تطلع من الموسم ببطوله ان شاء الله. لان زي ما قلت اللعيبه تستاهل وامكانيات النادي تستاهل تاخد بطوله السنه دي، ويمكن ربنا ليه حكمه برغم حاله الاجهاد والظروف الصعبه والحاله النفسيه اللي مش احسن حاجه. يمكن في اليومين دول الدنيا ان شاء الله تظبط ونعمل ماتش كبير. وده اللي متوقع، احنا ان شاء الله هنعمل ماتش كبير عشان احنا عندنا لعيبه كبار ولاعيبه رجاله، وان شاء الله تبقى في المواقف دي يعني رجاله. هل كان في تحفظ من مستر باتشيكو؟ كان في عندي خبر بيقول انه كان متحفظ شويه في المشاركه في المباراه ده بشكل مفاجئ. والله خالص الراجل كان متحمس وراجل جريء وعنده ثقه في اللعيبه، حتى بعد الهزيمه والطلوع عنده ثقه دايما في اللعيبه، وده اللي بيقوله دايما يعني بيقوله بينفذه يعني. هو عنده دايما ثقه فيهم ان برغم حاله الاجهاد والحاله النفسيه بعد الخروج الافريقي، لا طبعا قبل فورا ومتحمس جدا ان شاء الله. هل في غيابات في المباراه دي؟ والله برضو احنا يعني موضوع الغيابات والاصابات دي الفتره الاخيره زايد شويه برضو في الموضوع، ان احنا بنعاني من غيابات كتيره يعني. عبد الله السعيد واسامه جلال وفي شريف اكرامي، دول كده كده مش موجودين. زائد بقى ان في اصابات ويعني قعدت فتره طويله ولسه راجعين بقى لهم اسبوع، وفي ناس رجعت قبل الماتش اللي فات. فيعني باستثناء عبد الله واسامه وشريف لغايه دلوقتي، لا ان شاء الله القايمه كل الناس موجوده ان شاء الله. انتوا هتسافروا بكره الساعه 6؟ عندنا تمرين بكره ان شاء الله الساعه 2، وهنسافر الساعه 6 بعد التمرين. تمام. هل الوقت ضيق يعني انك تسافروا 6؟ الامارات بتعرف 3 ساعات من هنا توصلوا 9، ولا ده عادي المباراه؟ لا هو الوقت ضيق جدا اكيد يعني، مش هينفع اقول ان عندنا وقت، اكيد الوقت ضيق، لكن ما قدامكش حل يعني تاني. طب هل انتوا هتاخدوا حصه من التذاكر اللي كانت مخصصه لجمهور الزمالك، ولا الجمهور الاداريه دي ما اتكلمتوش فيها؟ لا يعني يمكن الحاجات الاداريه دي ما يعني مش عارفها، ما عنديش معلومه فيها بصراحه. طب كابتن يعني حتى لما ايه؟ اتفضل يا كابتن. لا حتى احنا يعني احنا مشينا لما وصلنا المطار الساعه 6 ومشينا، عشان احنا متضايقين ما سالناش يعني ايه اللي هيحصل يعني. رحنا كل واحد رايح بيته شويه، ورجعنا على التمرين لقينا اداره النادي اتكلفنا ان في ماتش الاهلي. ففي حاجات كتير الواحد يعني لسه ما عندوش علم بيها يعني. طب رد فعل اللعيبه بعد ما عرفوا بالمواجهه والحاله المعنويه ليهم بعد ما عرفوا المشاركه في كاس السوبر؟ والله كلنا اتفاجئنا شويه، لان كان المعلن ان الماتش بين الزمالك والاهلي.
واحنا كمان في يوم ونص كنا معذورين شويه عن الاخبار طبعاً. فنزلنا اتفاجئنا، بس اللعيبه متحمسه ومتحمله مسؤوليه وعشان كده الواحد متفائل ان شاء الله. اخر مباراه في نهائي الكاس الاهلي كسب المباراه 2-1، ودايما مباراه الاهلي وبيراميدز فيها نديه واثاره. انت شايف الاهلي كمنافس دلوقتي لسه كسبان الرجاء، فمستقر فنيا الى حد كبير، اللعيبه عندها جاهزيه اكبر، وصلوا امبارح النهارده الامارات قبلكم يمكن بيوم او يوم ونص، شايف الاهلي ازاي دلوقتي؟ الاهلي في الفتره الاخيره اكيد ماشي بخطوات كويسه، بيصعد في افريقيا قبل النهائي وكسبنا في الكاس، يعني يمكن الماتش كان كنا احنا يمكن انا شايف ان احنا كنا قريبين شويه، كان الماتش بنقدر نعمل حاجه احسن من كده ونقدر نكسب، كان في نديه بصراحه كان في نديه، لكن هي ماتشات الكاس كده بيستغل الاخطاء وتفاصيل بسيطه بيكسب يعني. لكن خطوات ثابته الاهلي ماشي بيها، ومسافر قبلها بيومين وعارف من بدري ان هو هيلعب ماتش السوبر ومستعد ليه بشكل كويس، ومسافر قبلينا بيومين. احنا الفتره الاخيره يمكن الموضوع شويه النتائج مش احسن حاجه شويه، اللوغاريتم يا كابتن، وهنروح قبل الماتش بيوم، بس ده ما يعنيش حاجه غير يعني احنا الماتش 90 دقيقه، واللي مركز اكتر ومهتم بالتفاصيل اكتر ومركز في كل دقيقه هو اللي بيكسب. دي الماتشات الكبيره والماتشات اللي هي 90 دقيقه ببطوله زي ماتش الكاس، الاهلي استغل حاجات بسيطه وكسب. فالحاجات دي صحيح معطيات قبل الماتش بس بتنتهي بنزول اللعيبه الماتش، فاللي مذاكر اكتر واللي مركز اكتر واللي بيهتم بالتفاصيل اكتر في الماتشات دي هو اللي بيكسب يعني. فمتوقع ماتش جامد، ماتش فيه نديه، لان ماتشاتنا مع الاهلي كلها فيها نديه وما تعرفش مين اللي هيكسب يعني. طب بنكسب ماتش، بنخسر ماتش، بنتعادل ماتشين. كابتن كابتن فتح الله، يعني بيراميدز عنده عناصر قويه جدا بصراحه يعني، وكمان على المستوى الهجومي يعني عندك رمضان صبحي، عندك ابراهيم عادل، عندك فخر لاكاي، فخر الدين بن يوسف، يعني لعيبه كبيره جدا فتحي. يعني مصطفى فتحي طبعا، ودودو الجباس، يعني ورغم كده معدل التهديف في الفتره الاخيره غريب جدا. ايه تفسيرك؟ تصنعوا فرص لكن التهديف معدله قليل، تفسيرك ايه؟ حتى الاداء، شكل الاداء بتاع بيراميدز مختلف عن الفتره اللي قبليها، تفسيرك ايه يا كابتن؟ مش عايز اقول اسباب وحجج والكلام ده، لكن هقول واقع ان احنا الفتره الاخيره كان عندنا نسبه اصابات مش طبيعيه، احنا كمان كنا متفاجئين بيها يعني. فخر بن يوسف غاب فتره طويله، لقاي غاب فتره طويله، عبد الله سعيد غايب، دايما كنا بنلعب بالقايمه فيها مساك او اثنين بس يعني، احنا عندنا بادئين الموسم بثلاث مساكين، كان في فتره وكابتن اكيد يعني كانت فتره مشهوره ان احنا كل ماتش يتفرد مننا واحد، طب ندخل بالقايمه فيها في مدافعين بس، مين تاني؟ كذا حد اتصاب، ورمضان صبحي كان مصاب لفتره طويله ورجع واتحمل على نفسه فترات كبيره. لو كلها عناصر اساسيه يعني. زائد كمان يا استاذ محمد الاصابات دي كلها كانت في الخطوط اللي قدام، معظمها في الناس اللي قدام. فانت بتلعب بجدول دوري مضغوط جدا جدا، زائد انت بتلعب في بطوله كاس، بطوله افريقيه، لعيبه منتخبات، فانت ما عندكش يعني اللي بيجي له بس شويه صداع بيغيب عنك ثلاث اربع ماتشات. لان الوقت ضيق، الماتشات لحمه بعض. بتقعد شهر فبيغيب سبع ماتشات، وفي لعيبه كثيره اوقات بندخل بقايمه ناقصه ست لعيبه وسبع لعيبه، احنا يمكن ما دخلناش السنه دي او الفتره الاخيره يعني اخر شهرين ثلاثه ما دخلناش بقايمه كامله غير ماتش مثلا على ما افتكر يعني، بس معظم الماتشات بقايمه بتبقى ناقصه وبنحاول نتعامل وما بنطلعش نقول الكلام ده وبنحاول نشتغل بنثق في كل اللعيبه الموجودين، لكن الحاجات دي كلها بتاثر يعني، ما فيش اي حد عاقل يقول الحاجات دي ما بتاثرش، اكيد الحاجات دي بتاثر، لان مع كل اربع ايام ماتش الناس هتغيب يعني، اي اصابه خفيفه هتغيب لك ماتشين ثلاثه، فاحنا كنا بنعاني من ضغط ماتشات واصابات، لكن مش هنفضل نقف عند النقطه دي ونشتكي طبعا، هنشتغل وهنعمل اللي علينا واللعيبه هنعمل اللي عليها وبنلعب كذا بطوله وبنشتغل وكل واحد بيعمل اللي عليه، وان شاء الله حاسين ان احنا متفائلين وحاسين ان ربنا هيكرمنا. نقدر نقول ان بيراميدز في الاخر بيقعد بمباراه قويه قدام النادي الاهلي. ان شاء الله هنعمل مباراه محترمه تليق بامكانيات اللعيبه، واللعيبه دي وصيف الدوري وصيف الكاس، وانا شايف مش انا المدرب بتاعهم خالص، انا شايف انهم يستاهلوا ياخدوا بطوله.
فان شاء الله يبقى ماتش محترم يليق باسم الناديين ان شاء الله. تمام كابتن فتح الله، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معنا طبعا نجمنا كابتن محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز. كابتن عبد الجليل، هو للاهلي كان الزمالك افضل في المواجهه؟ قبل ما ارجع للكابتن نعيد بقى في الخناقه بتاعه التظلمات. لا طبعا الزمالك، بيراميدز ولا زمالك؟ لا بيراميدز طبعا. الزمالك فرقه برضو الزمالك، فما دايما ماتشات اهلي وزمالك مهما كان مين كويس ومين وحش بتبقى 50-50. انما الاهلي لما يخش مع بيراميدز هتبقى 70-30. التاريخ او بيقول كده، او الطموح. حتى فتح الله في كلامه تكليف يعني، ده نهائي كاس سوبر. وانا لا، هو يقصد ان هم كانوا منعزلين يوم ونص، وصلوا الصبح. لا وقال كرر كلمه التكليف دي، لان الاونر الاداره الاداره كلفتهم بمشاركه في المباراه. الاونر اصله من الامارات، فلازم قال لك، حتى حضرتك انت قلت في الانترو ان يعني لحفظ ماء الوجه او بيحل مشكله. هم بصراحه الناس يشكروا طبعا. وبعدين دي اي فرصه اي حد يتمنى ان يلعب نهائي سوبر وضد النادي الاهلي. انا طبعا بقول ان بيراميدز لا، اسهل للاهلي شويه من الزمالك مهما كان، حتى عشان جماهيريا الموضوع كبير يعني، مش قليل. بس يا كابتن انا مش مع الكابتن احمد عيد في حته ان هو راضي عن هو بيقول اعتذار. طبعا اعتذار، لا انا بسميه انسحاب. ماشي. والزمالك بقاله في ال 20 سنه الاخرانيه كنا بنسمي كاس الرابطة اعتذار، لكن النهارده كاس الرابطة ده داخلي هنا بيننا وبين بعض. ما هو داخلي دوره رمضانيه، السوبر ده داخلي. يعني الاثنين اعتذار، الاثنين يعني انا ما لا، وانا بقول لك الاهلي انسحب من كاس الرابطة. طيب ماشي. هي كلمه انسحاب لان الزمالك عملها كررها اربع مرات في خلال ال 20 سنه. نادي بيدور على نادي القرن. تاريخ الاهلي كررها ست مرات. لا ده ايام عبد الكريم صقر. أيوة انا بكلمك على اللي احنا عايشينه. احنا نحسب البطولات من ايام عبد الكريم صقر ولا نحسبها من اخر فتره؟ بص يا كابتن، بص يا كابتن احمد، نادي الزمالك بيدور على نادي القرن وبقاله 20 سنه بيتخانق ان انا نادي القرن. طب ما جاي لك بطوله اهي، انت مشكلتك في ايه؟ بس ما تخشش في حزبه نادي القرن البطولات المحليه السوبر. نادي القرن البطولات الافريقيه بس بالافريقيه. بص يا كابتن، اي نادي كبير بيدور على البطولات، يحصد بطولات ورا بعض. الزمالك السنه دي ما خدش ولا بطوله، كانت فرصه عنده ان هو ياخد بطوله. ما انا بتكلم في الجانب الفني بس. الكابتن احمد عيد له راي انه حتى لو الجانب الفني افضل، هو اعترف انه على الجانب الفني كان ممكن الزمالك تبقى مكاسبه كتير، كتير. لكن هم شايفين انه يعني موقف رد عن ما يشعرون به من وجهه نظرهم من ظلم. الاهلي ماشي قانون يا كابتن، هو قدم عشان هفاجئ احمد عيد بحاجه دلوقتي. هو رفع ان هو وقدم تظلم. انا هجيب لك البيان اللي نزل على صفحه اتحاد الكوره وقت الازمه بتاعه الاربعه بتوع اللعيبه بتوع الزمالك سنه 21. ماشي؟ ماله؟ وان اتحاد الكوره في البيان قال ان التظلم اللي اتقدم يوقف تنفيذ الحكم. يوقف تنفيذ الحكم؟ ازاي؟ طب ما وقفوش ليه؟ هاتوا يا جماعه. ايوه ما وقفوش ليه؟ اولا الزمالك ما دفعش الفلوس بعدها وما قدمش. بص يا باشا، هو ده كلامي ولا كلام الراجل اللي هو الصفحه الرسميه اهي؟ الاستئناف ولا انا مال؟ انا الصفحه الرسميه اهي، قلت لك الاعداد. بص حطك في دماغه خلاص، عشان تبقى انت قاعد تظبطهم بره الاعداد ولا ظبطتهم ولا انت عامل زي سيد معوض. لا هو سيد بيظبط كده كده بره. بس بص جابوا لك اهو. بص يا سيدي، الانضباط يوقف عاشور وخمسه من ناشئ الزمالك والنادي يستأنف. تلقى الاتحاد المصري لكره القدم قرارات لجنه الانضباط بالعقوبه الواجبه في واقعه الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق 99. تضمنت العقوبات ايقاف امام عاشور 12 مباراه وغرامه ماليه 200,000 جنيه بالاضافه لايقاف خمس ناشئين اخرين 8 مباريات و100,000 جنيه ماليه لكل منهم. تلقى الاتحاد ايضا طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر ان لجنه الاستئناف من حقها اعتماد العقوبه او تعديلها او الغائها. نادي الزمالك ما سددش الفلوس فاعتبر امام عاشور. انا بقى اللي قلت الكلام ولا المستشار؟ ما هو يا باشا انا اللي قلت الكلام ولا المستشار عادل؟ طب انا ماليش علاقه. طب انا بكلمك. ما ده المستند. طب ما خلاص، ما يجيبوا لنا بقى الفيديو اللي قال فيه كده والفيديو اللي قال فيه كده، طالما الاعداد حاططني في دماغه. انا حطيتهم في دماغه، هجيب لهم الفيديو بقى. ده وده يا احمد الكلام اللي بيقوله هنا مستندات بالورق. بالورق ايوه. يعني انا هقولك على حاجه، هقولك على حاجه. الزمالك قدم اهو. طب هقولك على حاجه، الزمالك قدم بمناسبه الورق. طب مش الزمالك امبارح اعلن اعتذاره؟ ما قدمش لغايه دلوقتي. لما لا
لغايه ما اتحاد الكوره، هو ما كانش الزمالك قد عشان كده اتحاد الكوره بعد جواب قال له قول لي لغايه الساعه 3 هتلعب ولا مش هتلعب 60 دقيقه بنأجر عجل احنا. لا احنا جبنا، لا احنا جبنا الجواب ما قالش كده. قال ايه بقى؟ انا جبت اصل الجواب بتاع اتحاد الكوره، قال قدامك الساعه 3 وهو بعت الجواب. وبعت الجواب الساعه كام؟ بعت الصبح. الساعه كام؟ هو الساعة 1:30 أو 2 الجواب مبعوث. لا بعته الساعة 12 لحد الساعة 3. لا بعته الساعة 12 مش فاهم انت بعته الساعة 12 اقعد واجتمع واعمل والكلام ده. مين اللي يجتمع؟ ما انت واخد القرار اوريدي. ايوه انا واخد القرار، انا ماليش علاقة. انت ما خاطبش، انت مش خدت قرار بالليل، انت ما خاطبش نادي كبير بالشكل ده. انا كنت ما ادالوش 60 دقيقة يا كابتن. انا ما خاطبش نادي كبير بالشكل ده يا كابتن. انا مش فاهم، ما بأجرش مراجيح. فينك؟ طب مين قال؟ من الاخر يعني. طب مين قال لك ان الخطاب لغته وحش؟ ايوه لغته وحش طبعا. الناس بتقول لك انا عندي ماتش يوم الجمعة النهاردة التلاتة وعشان احدد البديل واحجز له الطيران واحجز له الاقامه، مش ده موضوع يعني في في جوانب اداريه بتاخد وقت. لحد الساعه 3 ايوه عشان يعرف لي الجواب الساعه 2. ما هو امبارح، ما هو امبارح الزمالك الساعه 2 الظهر بعت لي الجواب. هو انت مش طب هو ما بعتش الجواب امبارح بالليل ليه؟ ما بعتش الجواب امبارح بالليل ده الزمالك يعني امبارح الساعه 12 بالليل. ايوه ما يعني ماشي الزمالك 12 بالليل يبعت الجواب الساعه 12 بالليل. المشكله من اتحاد الكوره هو في موظف قاعد 12 بالليل؟ امال ايه؟ لا ما كل لا 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 كل الايميلات شغاله على الموبايل. احنا ما احنا ما احنا مش عارفين. لا انت معترض على ايه؟ على صيغه الجواب بس اتحاد الكوره عايز. لا والتوقيت انت بعت لي قبلها بساعه تقول لي كمان 3 ايام يا كابتن. الساعه بعت لي الجواب الساعه 12 12 بالكلام ده. احنا مش علاقه بالكلام ده. سلسله الماتش الناشئين والاتوبيس ده الكلام ده كان هنا في مصر، انما انا في الامارات قدام بلد. لا انت يا كابتن هي سمعه بلد، هي الارصف كده سمعه البلد. لا مش لا ما لهاش علاقه. لا انا مش بتكلم على سمعه. لا ما لهاش علاقه. سمعه البلد مصانه ومش الموضوع مش هي مش هيوصل. هي كوره وكل واحد بيدور على الكوره. ماشي السنه اللي فاتت لما الاهلي طلع سلخ اتحاد الكوره ولجنه الانديه ولجنه مش عارف ايه ولجنه الانديه، الناس كلها كانت بتسنده والاعلام كله بيسنده. في ايه؟ في الاعلام كله بيساند الاهلي. الاهلي قراراته صح، اللي هو ياخد قرار ما يلعبش إيه؟ بالفريق ويريح الفريق الاول ومش عارف ايه وعمال ماسك ده قرار فني. دي حاجات فنيه. انا بتكلم حاجات فنيه. لا مش حاجات فنيه. لا انت بتقول خد قرار كل يوميا في كان إيه كابتن؟ كل يوم كان بيطلع. طب انا هاجمت على فكره، كل يوم كان بيطلع على فكره ضد الحكام وضد بعد اذنك انت كنت معايا في الاستوديو هنا. انا هاجمت الاهلي لما كان معترض على التحكيم وقال لك مش هلعب الا لو اتغير الا لو اتغير لو تفتكر الا اتغير رئيس لجنه حكام ازمه محمود عاشور. طب ماشي فاكر انت هنا هاجمت. انا هاجمت الاهلي وقلت هاجمت. الاهلي اكبر منه يقول كلمه بيهدد انه مش هيلعب. ايوه طيب ماشي. ما هو فين بقى؟ فين لا في اصول. ولما انا انت كنت معايا هنا لو تتذكر وقال لك انا مش وقلت ان برضه في النهايه في اصول بعيد عن ان انت شايف الاهلي صح حتى لو انا شايفه صح في انه يحتاج، بس يبقى الموضوع لا يتخطى الاحتجاج واتخاذ الاجراءات القانونيه. اقول لك انا القصه مشيت في ايه الفتره اللي فاتت. هو الاهلي ما هدتش بالانسحاب من السوبر لو الكهرباء ما لعبش؟ لا هدت. لا لا ده اللي قالها الاستاذ خضري هنا واترمت كده، انما ما حدش طلع من نادي الاهلي قالها. ابقى اجيب لك بس البيانات بتاعت السوشيال ميديا على النادي عشان كهرباء. مش هو انا ينفع اتكلم على الزمالك قال ببيان من نادي الزمالك او من تصريح من مسؤول في الزمالك؟ ينفع اتكلم على الاهلي قال بيان؟ ينفع انت حد يتكلم عليك قال لما انت تكون قايل؟ محدش طلع من يعني انا مثلا اطلع اقول ايه ده عيد كذا كذا، أب انت اللي قايل ولا انا؟ والاهلي لو قال كده احنا هنعترض. لا انا بس بص عشان بس ايه؟ لا يا كابتن محدش بيعترض. لا هو في الاخر محدش بيعترض. صح صح ممكن احنا هنا بنعترض لكن محدش بيعترض. محدش بيعترض والله. ما حد بنشوف الحاجه غلط والله ما حد بيعترض. طب امال احنا خلينا احنا فينا احنا ايوه ما احنا هنا. انا بقول لك محدش بيعترض. ما هو ده بقى انت هنا بتقول انت اللي انت عايزه. انت هنا بتقول ايوه انا بقول اللي انا عايزه الصراحه. حد عمره قال لك والكابتن محمد بيقول بينتقد هنا وبينتقد هنا. حد عمره قال لك؟ لا ولا اي حد بيقول لي حاجه الصراحه. طيب. ماشي انا معاك في ديت لكن بس انا بس عايز اوضح احنا 5% من البرامج. لا انا عايز اوضح نقطه. احنا بنسبه 5% من البرامج. طب انا عايز اوضح نقطه يا عم. احنا ما تقول لي انت يا كابتن يا عم احنا نمبر 1. ايوه ماشي. ما انا قول لي انا بقول لك ايه. اقول لك على حاجه بيطلع يقول مش عارف ايه. حد بيطلع يقول زي ما كان بيتقال على ان الحضري لا يصلح مش عارف ايه. كهربا بيتعامل اللي هو نجم مصر الاول دلوقتي وهو فاسخ عقده مع نادي الزمالك والمحكمه الدوليه حكمت. طب وماله ايه هو جامد؟ انا ماليش ما بتكلمش على الكوره. انا ما بتكلمش على الكوره يا كابتن احمد. بتكلم على الحاجات اللي حصلت منه يا كابتن احمد. يا كابتن احمد في الاخر في اعراف كره القدم انك تفسخ عقدك او تكمل ده موجود في العالم كله. ده نيمار
فسخ عقده مع برشلونه ومشي في الاخر في اجراءات. نيمار فسخ عقده مع برشلونه ببند بشرط جزائي. طب وماله ماشي؟ ما بيخرقش القوانين. طب يا سيدي ولو ماشي ياما حصلت نجوم كبار جدا. ايوه بقول لك ايه لك ان احنا لا انا قصدي بس ان الكهرباء يتوقف. لحظه يا كابتن هيتوقف. لحظه يا كابتن عبد الجليل انا قصدي يا كابتن لا يا كابتن انت قلقان تلعب ضد الكهرباء احمد على انا يا كابتن الكلام اللي بيتقال ده. ممكن اسالك سؤال؟ هو لعب السوبر قبل كده مع الاهلي والزمالك. الاهلي وزمالك واهلي وزمالك مش هيتغلب في الامارات. بتتكلم في موقف كهرباء ما يلعب ما يلعب ايه المشكله يا اخي ده انا لو سالت لعيبه الزمالك يا كابتن يلعب ايه يا كابتن هو في قانون يمشي على الكل يا ما هو القانون واحنا مش عايزين نمشي القانون ما انت مش عايز تسمع انا مش عايز اسمع هو القانون ما يمشيش على الكل يا كابتن مش في مستوى لعيب غلط ما يتوقفش قدام الناس كده يا كابتن يا كابتن قانونا قال لك احنا اجلنا القرار لما بص يا كابتن هيتوقف بس ليه عشان في مستجد قانون الكلام ده اللي من 3 شهور الواقعه دي من امتى من شهر يناير واحنا النهارده في شهر 5 احنا بنهزر مش في لجنه استئناف مشيت لجنه استئناف مشيت مش انا مش. كنت معاك لجنه الاستئناف بقى لها قد ايه موجوده اكتر من شهر ونص اللي هي دي وكنت معاك هنا وكل يوم كنت اسالك هو الناس ما خدوش القرارات اخر البرنامج الناس لسه ما خدوش القرار خدوه. كل حلقه اقعد اقول لك لسه ما خدوش القرار خدوه. لسه بيكتم ما خدوه. لسه وبعدين ما فيش حاجه اتنفذت ولا حاجه هتتنفذ يا كابتن مش 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 في اجراءات قانونيه بتتم انا عايز اسالك سؤال هو انت لما بيقع عليك ظلم انت في اي حاجه في حياتك مش لما تش او بلاش ظلم انت حتى لو اخطات انا عندي ثقه وقع عليك جزاء يعني مثلا موضوع كهربا انا عندي ثقه في الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي دايما بيقف مع اللعيب في حاجات كتير جدا لكن انا كهربا هيدفع هنا الفلوس يا احمد وهيتوقف وهيدفع الفلوس انا بكلمك في نقطه دلوقتي انت بتدافع عن اعتذار وانسحاب من بطوله مهمه يا اخي انا في ليا واحد صاحبي حاجز هو واولاده اهلي وزمالك ماتش بنستناه بيبقى يوم عيد في مصر يا اخي مين بقى يكسب بقى بتبوظ فرحتنا بتبوظ الفرحه لا مش رايحين نلعب بس ليه بس في الاخر خلينا نحترم وجهه النظر يعني خلينا نحترم وجهه نظر الزمالك في انه شايف دي وجهه نظره انه هو شايف ان ده افضل له انه يعتذر على المباراه اوكي الزمالك شايف انه افضل انه ما يلعبش كاس الرابطه خلاص انا عشان ما ناخدش الموضوع اكبر من حجمه بس انا اللي عايز اوضحه نقطه في التظلمات التظلم يخف تنفيذ العقوبه خلاص وانا جبت لك حتى وقتها على بيان بتاع الاتحاد سيبك من دي كمان هنختلف ونتفق فيها سيبك منها كمان خلاص يبقى خلاص طالما هو خلينا اكلمك بقى في التظلم بيوقف قبل كده ووقف دلوقتي نجيب بقى الفيديوهات بتاعت المستشار علي بشير انا سيبك من اللي قبل كده واللي قبل طب خلينا بص نختلف برضو ونتفق في دي ماشي بص مفيش نص صريح خد بالك في اللائحه بيقول التظلم يخف العقوبه او تنفذ العقوبه عارف كده؟ هو طب تمشي على الكيف يعني؟ لا مش على الكيف وفق ما يتراءى لرئيس اللجنه. هو رئيس له حريه ايقاف او مش ايقاف هو حر ماشي في الاخر ده حقه القانوني كراجل رئيس اللجنه لكن انا بقول لك المستجد ايه؟ في انه علق العقوبه الراجل قدامه ورق واجتمع وحط الورق قدامه من ضمن الاوراق ان في دعوه مرفوعه من النادي الاهلي عليه في مجلس الدوله بعدم شرعيه تشكيل لجنه الانضباط. حلو؟ طيب والاهلي استند على ان في بند اللائحه بيقول انت تكمل تشكيل اللجنه لكن لا تعيد تشكيل اللجنه. حلو؟ تمام كلجنه انضباط يعني. ماشي. فالراجل وجهه النظر اللي انا عرفتها يعني بتاعه لجنه التظلمات وكلهم مستشارين كبار طبعا يعني. يعني مساعدين وزير عدل وناس كبار يعني. فقال لك انه في حاله وعايز اقول لك على حاجه كمان هم شايفين ده اقرب. اللجنه هتتحل. انه في حاله يوم 14 مايو انت عارف مجلس الدوله قرر انه ينظر الدعوه يوم 14 مايو يعني يعني ان في حاله ان مجلس الدوله قرر انه فعلا هذه اللجنه تشكيله ليس مع صحيح القانون فاصبحت هي والعدم تشكيلها سواء هي والعدم سواء فكيف هيدي قرار يدي قرار وكيف هم جم وهم عارفين ان هم نص وارد انه يحصل هم جم ليه اساسا مين اللي جم المستشارين اللي ماسكين اللجنه جم ليه اساسا هم عارفين ان ده اللجنه اللي موجوده دلوقتي اللي هي بتاعت اللي هي تظلمات تظلمات جم ايه هم جم ليه يعني ايه جم يعني اتكلفوا اجتمعوا ليه ايوه لا هم جم ليه اصلا من اساسا وهم عارفين ان فيها شك ان هم ممكن يمشوا لا انت قصدك الاستئناف اللي هم الاهلي رفع عليه جم ليه من الاول وهم اللي دايرين الدنيا كلها وهم مستشارين كبار وقضاة كبار وهم عارفين القوانين دي هم جم ليه من الاساس طب ماشي ده حاجه وانا ما اخدش القرار ليه طالما انا قاعد ومجتمع ما اخدش القرار دلوقتي ليه وبعد كده ابقى اتحل ليه ما اخدوش اللي هو التظلمات يعني لا القرار اللي هو بتاع امبارح في الاجتماع اللي هو التظلمات تاخد قرار ما هو امبارح مش كانوا مجتمعين انت كنت بتقول لي ما التظلمات ما خدتش قرار يعني اه لان هو بيقول لك في دعوه قضائيه هو لو خد قرار
وبعد كده ان اللجنه دي اتحلت هي والعدم سواء، فازاي ممكن ما تتحلش؟ ينظر بقى. عارف ما اتحلتش؟ عارف ما اتحلتش؟ يبقى لو اتحلت هو اصبح القرار بتاع الاستئناف اصبح زي اللجنه والعدم سواء، فازاي ياخد قرار في قرار اصبح هو العدم سواء؟ فقال لك انه بينتظر يوم 14. اذا المجلس الدولة ارتقى للسيد القاضي الجليل اللي هيحكم انه قبل القضيه شكلا، وفي الموضوع في الشق المستعجل قال فعلا ليست على ساحل القانون واتحلت اللجنه، خلاص هيؤجل البت في الموضوع لغايه ما تشكل لجنه جديده وتاخد قرار جديد، لان قرار اتلغى بتاع الاستئناف رسمي لحكم محكمه. طب افرض المحكمه قالت لا اللجنه دي سليمه وتشكيلها سليم من اول وجديد، يكون الدوري لا ما ملها اجتمع هم تظلمات اجتمع تاني. أيوة يوم خلاص خلاص خد قرار هم ما الحكم. أيوة ليه ما ياخدش دلوقتي واستند بقى بعد كده ازاي الحل يا كابتن؟ ده قضايا يا كابتن، ما ينفعش يشتغلوا بطريقتنا دي. ايوه ما ينفعش قضاء هم عارفين ان فيها شك اللي هم يمشوا ما يجيش. لا هيعرفوا منين؟ هيعرفوا منين؟ هم اللي هيعرفوا. لا انا بتكلم دلوقتي، انت بتتكلم انا بقول لك ايه، انا بتكلم على التظلمات. عارف الليله دي كلها ايه؟ وحياه النعمه. هو اتحاد الكوره والله العظيم يا احمد يا كابتن يا استاذ محمد، اتحاد الكوره هو اللي متوهنا في الليله دي. مش عايز ياخد قرار بسرعه، مش عايز ياخد قرار جريء. طب ممكن اسالك سؤال؟ طيب هنفترض امبارح التظلمات اخذت قرار بايقاف كهرباء يا عم مباراه، تخفيضها من 12 لواحد. في اسهل من كده؟ في احلى من كده الكهرباء؟ مفيش. حلو. والواحده دي كانت السوبر وهي اللي جايه وما لعبش كهربا السوبر. حلو؟ وجت المحكمه يوم 14 حكمت بعدم شرعيه لجنه الاستئناف. عارف الاهلي هيطعن في ايه؟ هيطعن في ايه؟ في ماتش السوبر. ماتش السوبر. هيتعاد السوبر؟ هيبقى من حقه. لا مش وقفت لعيب عندي. على بطل فهو باطل. لا هو ما فيش حاجه بتقول كده في الرياضه نفسها. ما هو ده بقى اللي هيدخلك في لا ما فيش رياضه نفسها ازاي؟ هو ده اللي هيدخلك في المشاكل الاداريه. خد بالك يا كابتن، لا الزنقات الحكوميه ده اكتر نادي بيلجا للقضاء الاداري في كل حاجه يا راجل. خد بالك يا ده ماتش في القرارات الاداريه، في القرارات وهو الزمالك لسه في شهر يناير كان لجا للقضاء في الثلاثه اللي بيدوش. ايوه طب ما الثلاثه دي قرارات اداريه. طب ما هو برضه الاهلي ما ده قرار اداري. قرارات اداريه. طب ما تشكيل لجنه قرار اداري. تشكيل لجنه ايه؟ بتاع الانضباط ده. ايوه مش هم اللي مشغلين، هم اتحاد الكوره معايا. على فكره انا مش عايز اطلع، بص انا احنا بنحترم وجهه النظر. بس انا بتكلم في ابعاد قانونيه مش رايي. انا بتكلم لان انا تواصلت وبتكلم في الاراء القانونيه. ممكن احنا بنبص للمواضيع باراء فنيه او اراء فيها شويه ناس شايفه ان في ظلم هنا في ما ظلم هنا، اصل ده احنا بنبص لها كده. لكن الناس بتوع القانون ما بيبصلهاش كده، يعني نظرتهم غيرنا. هو مش قاعد يقول ايه، هو مش قاعد بيتكلم في رد الفعل، هو مش قاعد يقول لك طب ما جمهور الزمالك يزعل، طب جمهور الاهلي يزعل، طب اصل لو حصل السوبر ايه. ما هو بيبصلهاش كده، هو بيبص لها ورق ومستندات وقرارات قضائيه، هو بيبص لها كده. والاهلي حريف في الحته دي. طب انا بقى خلاص الاهلي حريف، لا قانونا بيمشي صح. بكلمك بجد، الاهلي ما باللوائح. واحد زائد واحد يساوي اتنين. ما تعرفش تغلطه، دي حقيقه. واحد يقول لك لا والله انت فاهمني. طيب لا ده هو ده اللي بيتباع لنا. لا بيتباع لنا. ازاي بيتباع لنا؟ يعني بيتباع لنا كلنا. ان هو بيتصدر لنا يعني بيتصدر لنا. لا كل الناس بتمشي لا صح. لا مش ولوائح كل الناس مش صح بتمشي ماشي. بتمشي لوائح وقوانين كل الناس. هو مش الاهلي بس، كل الناس. وحد يقدر يلوم الزمالك لو لجا لاي ملجا قانوني؟ انا بقول لك حد يقدر يلوم الزمالك لو اي ملجا قانوني حقه. بص هو عبد الله السعيد في ازمته مع الاهلي مش لجا لكل الملاجئ القانونيه؟ كهربا في ازمته مع الزمالك مش لجا لكل الملاجئ القانونيه حتى مع تحت الفيفا؟ والاهلي برضه لجا للمشاكل القانونيه مع عبد الله السعيد وفي الاخر برضه ما فيش. طب وماله؟ يعني ايه؟ يعني هو في دي مش حريف اهو. ايه؟ مفيش هو إيه؟ عارف اللي هو في الاخر هيخسر القضيه. مين؟ الاهلي من ساعه تدخله مع عبد الله السعيد هو لغايه دلوقتي عبد الله السعيد لا لغايه دلوقتي لسه عبد الله هيدفع فلوس الغرامه. لا لسه بقول لك يا كابتن، بقول لك يا كابتن ما في عبد الله سعيد مش هيدفع ولا جنيه. طب وماله؟ كلها عارفه الكلام ده والاهلي داخل في القضيه. اتمنى واحنا عايزين نخرب. ايوه انا بقول لك هو الاهلي داخل في القضيه وعارف اللي هو خسران. طب مش من حقه؟ حق يعني مش حق الاهلي يلجا للجنه القانونيه؟ لا بس طالما انا حريف لما الكابتن بيقول خلاص انا عارف ان انا خسران القضيه ما اخشهاش. ما انا ممكن اخش على القاضي لازم اخش على حاجه. طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه جزء لا من لا طالما انا حريف ما اخسرش. طب لا لا ما فيش حريف ما بيخسرش. على حاجه جزء من الحرفنه او جزء من برضو الشطاره ان بغلس عليك شويه. لا مش تغلس، ان انت تمد.
يعني أيوة. مثلا في ال 2 مليون دولار بتوع غرامه كهرباء النادي بالشطاره النادي بالشطاره هيدفعهم اخر دقيقه هيدفعوا ونص. طب وماله ما هيدفع لا من النص دلوقتي ماشي كتير. هيدفع عشان ما تستفادش. طب وماله ما الفلوس هتدفع لما كده كده هيستفاد بيهم بعدين ايوه وماله ازمات كتير جدا. بس اقول لك على حاجه بس الاهلي لما لجا او الكهرباء لما لجا لكل ما لجا القانون ايه اللي حصل بيلعب ولسه ما سددش والايقاف طلع عشان الفيزا المكسب. طب ماشي لا انا مش معترض يا عيد انا بتكلم ايه انه ساعات حتى لو انت هتخسر القضيه في الاخر بس هو المكسب كان ايه ايجابياته ايه انه لعب وجاب جوال والاهلي كسب ماتشات وما اعرفش ايه ما دي برضه مين اللي هيدفع فرق الفلوس لا ما تلمت خلاص الفلوس تلمت ده ملمومه ومتربطه في بقول لك ايه عبد الجليل ملمومه ده مساهم فيها عبد الجليل مساهم فيها ما خد بالك دي كانت اسهم ما ده الفرخه الكشك دلوقتي بتاعتنا اللي بيجيب لنا البطولات كهرباء افوق وقت ليه دلوقتي ربنا كرمه. طب انت لو مكان اوسوريو خلينا نتكلم فن شويه كنت تبقى عايز تلعب الماتش ولا لا؟ اكيد كنت عايز العب الماتش لو انا مكان الراجل فنيا هبقى عايز العب الماتش لا ماتش هيبقى لا ما ببقاش عايز العب لا بالعكس مدرب جديد ومش عايز هو مدرب جديد انا لو سالت اللعيبه اللي عايزه تلعب مش هيحسب عليه الماتش بشكل كبير هو كان عايز يلعب الماتش واللعيبه كانت عايزه تلعب الماتش وكانوا عايزين يلعبوا الماتش النهارده اللعيبه حتى في التمرين مش هيتحسب عليه بشكل كبير موجود 9 الصبح في التمرين بعض اللعيبه وخصوصا النجوم كمان اللعيبه الكبيره كانت شايف ان الماتش ده هم بيحبوا يلعبوا الماتشات الكبيره طبعا الاهلي خد بالك يعني انتوا كلاعيبه الماتشات دي بالنسبه تاريخ ليهم يا احمد كمان هو اجواء برضه انت اما تروح تبقى موجود في الاستاد نص الاستاد وانت رايح 50 50 انت ممكن تاخد كاس السوبر انت رايح ليه الجماهيريه انت بقى ما هو كاس السوبر هيخسر نادي الزمالك جماهيريا مليون في المية لا بص اهلي وزمالك ده حاجه ايوه انا بكلمك واهلي او زمالك مع نادي انا بكلمك ما انا بكلمك دي ما فيهاش كاس السوبر يعني مش نقطه نقاش الماتش يعني هيخسر هيخسر كتير جدا بعدها موجود نادي الزمالك بطل الدوري وبعدين تاني الدوري هتلاقيه بيلعب تالت الدوري في البطوله او تاني الدوري بيلعب بطل الكاس ايوه بطل الكاس صح بس هو يعني هو يعني انا قصدي ان هو الترتيب تاني الدوري مع تالت الدوري هو برضه البطوله لما يكون فيها نادي الزمالك بطل الدوري اخر موسمين وبطل الكاس السنه اللي فاتت طب ما كان برضه قصدي بطل الكاس السنه اللي قبل اللي فاتت والاهلي بطل الكاس السنه اللي فاتت لسه الكاس بتاع السنه دي ايوه بنفس المفهوم كان برضه ممكن نقول ان اول الدوري هيلعب رابع الدوري فين اول الدوري؟ الدوري لسه ما خلصش هو الدوري خلص اول الدوري ايوه احنا هو الدوري خلص ما خلص طيب عايز اقول لك حاجه عشان ما الدوري نفنش الدوري في الاخر انت من جواك يا احمد كنت عايز تلعب انا من جوايا لا انا قريت افكاره انا قلت انا زملكاوي بيحب فرقته ما يضيعش فرصه زي دي بس خد بالك انت بتفكر بطريقه وهو بيفكر بطريقه يعني هو زملكاويه لهم طريقه تفكير مختلف عن الاهلاويه شويه هو بيقول لي احنا انسحبنا يعني ست مرات ما حصلتش دي ستة ما ستة ستة بقول له مش عارف ايه قال لي ستة ستة انت كنت كسبان انا فاكر ده مرة انت كنت كسبان في 29 ده لسه لسه كان الاهلي لسه مغلوب 4 في البطولة العربية من الاسماعيلي 4-0 وكان هيلاعب الزمالك الماتش اللي بعده وانسحب اكيد انت فاكرها لسه كان 2004 2003 2003 ما هو بيتكلم بيقول لي في اخر 20 سنة 2003 عنده 20 سنة بيقول لي في اخر 20 سنة الكابتن يقول لي في اخر 20 اربع مرات اثنين واحد فاروق جعفر لما ايمن عبد العزيز طرد لا يا كابتن مش 2000 ما احنا بنعمل يا كابتن مش بعد 2003 ده فاروق جعفر ايمن عبد العزيز ده بقول لك ايه 98 التسعينات ده 95 لا 97 يا كابتن 97 97 98 تقريبا ادي واحده بتاع الراجل الواحده الاولانيه فاكر حاجه في الفرنسي ايوه والاولانيه مارك باتا فاكر ما احنا كنا احنا كنا بنعمل احنا كنا بنعمل ريمونتادا معاكم يا كابتن انتوا كنتوا سابقين كان 6-4 انسحابات من الزمالك عمل انسحابات اخر كام سنه كده بقول لك الاهلي الاهلي كان مساعد لك ايه فترات كتير جدا كمل الريمونتادا لا والله زعلانين يا احمد كنا الماتش عايز يتلعب كنا عايزينه يتلعب يعني قرار بيبين تدهور الكره المصريه زياده وزياده يا احمد بجد يعني لا بس انا بحمل بص انا مش عايز احمل الموضوع انا بس انا بس معترض على نقطه واحده انه الزمالك كان حتى لو هو مش عايز يلعب المباراه ياخد الملاجئ القانونيه بتاعته حقه محدش يقدر يتكلم بس يلعب فيها يلعب حتى لو ما يلعبش هو حر لكن اصل الموضوع ما ياخدش اكتر من كده ونشكك بقى في لجنه التظلمات ولجنه الاستئناف من اللجنه دي اللي اعادت للزمالك حقه في الثلاث لعيبه والنبي دول ما لهمش ذنب نفس اللجنه دي والله دول ما لهمش ذنب يا استاذ مش هي اللي ايدت الثلاث لعيبه وادانه اتحاد الكره في قرارها تتذكر كان يجب على اتحاد الكره انه يقبل
مش كانت قالت كده في القرار بتاعها؟ ايوه ما الكلام ده انا قلته من اول يوم، طالما السيستم مفتوح وخلاص واللعيبه دخلت على السيستم بتاع المنطقه، يعني اللجنه ادتك حقك اهو. ايوه ما اديتني حقي، يعني ناس الزمالك مش غلطان، انا باخد حقي. طب وماله؟ ايوه ما طب وما يعني اقصد ان هي بتحكم في الاخر، ما بصتش ان هي لجنه واتحاد الكوره ده ادانه الاتحاد اللي هي بتتبعه. ايوه تمام ماشي انا معاك، بس انا برضو كلامي هي لما انا كلجنه في الاول وفي الاخر ملهاش حسابات، يعني بتدي قرار. انا كلجنه في الاول وفي الاخر يا استاذ محمد لازم كل كلمه بتطلع مني بحساب، انا ما بقاش قبل كده اقول حاجه. ما هي دي المشكله يا احمد. انا لعبت في الزمالك سنه الزمالك دايما في اي موقف دايما بيقول المظلوميه، احنا مظلومين دايما. والله انا بكلمك طب راجل. نجيب اخر سنتين كده يا كابتن بكميه البيانات اللي طلعت من النادي الاهلي على المظلوميه. انا ماليش دعوه بالبيانات، ما هو البيانات دي ايه؟ بس بلعب و باخد بطولات. قالها هنكمل بالناشئين السنه اللي فاتت، كمل الدوري. طب ما يلعب بالناشئين. أيوة طب ما هو الاهلي كسب الزمالك 3-2 بالناشئين. هو مظلوميه؟ لا ما يلعب بالناشئين، هو كان بيريح لعيبته. لا هو كان معترض، كان حاسس ان هو مظلوم والاتحاد جاي عليه ولجنه الحكام جايه عليه وبتاع، اما حاسس ان هو قصر الدوري. مفيش حد بيقدر فيك على الاهلي. طب كويس بتتكلم في ايه؟ كويس اللي انت بتقوله يا كابتن. لا صحيح محدش بيجي على الاهلي، ما محدش قال ياخد قرار الايقاف عشان كده، عشان الكلام اللي انت بتقوله. ما هو ده متباع للناس، ما هو ده مترسق عند الناس. يا كابتن ده واخد 12 مباراه. هو فين ال 12 مباراه؟ هيتعب. يا فين ال 12 مباراه؟ هيتوقف بعد ما هيتوقف ال 12 مباراه عارف امتى؟ اما يتوقف من الاتحاد الدولي. طب بص، طب سؤال، انا هنا اهو انت اهو. طب انا هو طب وانا اهو انت اهو. اذا المحكمه يوم 14 قالت ان هذه اللجنه شرعيه، هيدي 48 ساعه والتظلمات هتجتمع تاخد القرار. وعلى فكره اذا المحكمه قالت ان هذه اللجنه غير شرعيه هتستنى تشكيل لجنه. طب سيبنا من كل ده بقى، 12 ماتش مش هيحصل تخطيط. سيبنا من كل ده بقى، يعني سيبنا من كل ده يا كابتن. انت دلوقتي كنادي اهلي بتطلع تدافع عن اللعيب بتاعك. قبل كده كنت بتتكلم على تغليظ عقوبه امام عاشور، وفي الفضائيات شيكابالا غلط، وفي مش عارف مين بيغلط في الماتشات وبيعمل ايه، ولازم يتعاقب ولازم 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 ويطلع ويدين اللعيبه. انت النهارده بتطلع تشكك تقول اصل كهربا متصور بكاميرا مش مش بكاميرا الفيديو بتاع العيب. ايوه طب ما انا بقول لك، ما انت الاوضه المغلقه هم مش راضيين. انا طالما نادي كبير وعندي عارف ان الادب والاخلاق والاحترام والمبادئ تحتم عليا ان كل المنظومه تبقى واحد وماشيه في الطريق الصحيح، ادين اللعيب بتاعي. انا ما ادينش اللعيب بتاعي في حق زي الناس. طب كل الانديه عاقب اللعيب بتاعي، كل الانديه اللعيب بتاع اللي طلع على النص، كل الانديه اللي اللعيبه بتاعتها بتخطئ بتدافع عنها. لا بتدافع عنها بس بيدينه هو اخطا وتوقف. لو توقف 12 ماتش في الاعلام، هو توقف 12 ماتش يعني بعد اذنك. سؤال بعد اذنك، هل كهربا اتخصم منه جنيه؟ لا بعد الايقاف ال 12 ماتش ده في الاعلام. لا ما اتخصمش منه جنيه. مين اللي قال لك؟ اه والله ما اتخصم منه جنيه. لا لا انا بقول لك. لا يا احمد لا هو بيلموا له الغرامه. بس انا هقول لك على لسه لمين له الغرامه. كان مخصوم من مليون جنيه من سنه لا ما هو دي المشكله اللي حصلت في التمرين بينه من الشناوي الصبح وبتاع في التمرين. اتخصم منه بقى موسيماني، اتخصم منه مليون جنيه وطلعوه عشان كده. احمد في قرارات جامده يا احمد بتتعمل بس ما بتعلنش. في حاجات بتحصل جوه النادي الاهلي جامده جدا يا احمد وما بتطلعش. لا مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي يا كابتن. لا 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 والله مفيش حاجه. والله العظيم يا احمد جوه في غرف الملابس اهو. في لعيبه اصحابي. طب مش في لعيبه، مفيش حاجه بتستخبى. مش في لعيبه كهربا ما اتخصمش منه جنيه. لا مش في لعيبه على الايقاف هو 12 ماتش توقف 12 ماتش مش في لعيبه وخرج عن النص. النادي الاهلي ما عجبوش بحاجه. والشناوي ما اتخصمش منه جامد يا كابتن وتعنف جامد. لا انا بقول لك في حاجات بعد الطرد الاخير ده في حاجات والله بجد. أيوة انا معاك في نقطه، انا معاك في نقطه. طب ما هو الاهلي بيحب الكهرباء اكتر من الشناوي. لا سؤال بقى، سؤال هو يعني هو ده مش شايف اللي هو تعدي اخلاقي على جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك نفسه؟ يا سيدي ما حدش قال حاجه. طيب ما نقول بقى الناس تقول بقى مش قاعدين. ما هو النادي الاهلي بيطلع يدافع عن اللعيب وهو اصلا طالع بره النص وقدام الناس كلها وقدام الملايين كلها يا كابتن. لا هو طالع بيدافع لان دخلت فيها منافسه ما بين الزمالك والاهلي وبقت كده منافسه. فابتدى يطلع الناس بتدافع تقول على رئيس نادي الزمالك بيغلط في الناس وبيعمل ويطلعوا يدينوه. ما تطلع تدين بقى الناس دي. كابتن عيد اسالك سؤال، هو شيكابالا لما قبل كده اخد عقوبه كبيره غلط كان غلطان في الملعب. لحظه واحده بس، كان غلطان في الملعب وممكن غلطان. لحظه واحده، مش الزمالك سعى انه يقلل العقوبه؟ صح سعى انه يقلل العقوبه وقلت فعلا بعد ما كان ما اعرفش كام ماتش بقت شهرين او ثلاث حاجه كده. مين ده؟ العقوبه بتاعت شيكابالا من 8 شهور ل لا خد ل 8 مباريات حاجه كده. مش قلت فعلا كده اللي هم 8 مباريات بتوع ال 8 شهور؟ ما اقصدش بقى ال 8 مباريات كانوا محطوطين في ال 8 شهور. والله قعد 8 شهور. طب بس الزمالك مش ساعه
هل معناها ان الزمالك ما عنفش شيكابالا في الغرف المغلقه او غلطه او حصل اجراءات معاه؟ امام عاشور حتى في الخطا بتاعه مش كان اخطا؟ اخطا الزمالك مش ساعد وتعنف واتخصم منه واتخصم منه الفلوس اللي دفعها لاتحاد الكره واتخصم منه من النادي. الزمالك طلع قال كده على في الاعلام؟ لا ما طلعش قال كده. طيب انا بقول لك انا بقى شخصيا يعني الاهلي بيحصل كده يا احمد؟ والله ما حصل كده يا احمد. انا بقول لك يا احمد انا بحلف لك بالله على مدار التاريخ يا احمد انا بحلف لك بالله ما حصل كده. زمان اللي كان بيغلط انا بحلف لك بالله ما حصلش كده يا كابتن. بحلف لك بالله انه ما حصل كده وهو عارف ان هو ما حصلش كده. فهو الموضوع يعني الموضوع كله طالما انا بطلع وعندي بلان ماشي بيه اللي هو ما ينفعش حد يتعدى بالالفاظ وبالحاجات دي على الانستجرام. وراني كده يا جماعه اخد تعليقك عليها وتعليق على الكابتن عبد الجليل. عندكم يا جماعه الصوره دي؟ كان حد فيكم بعتها لي متصور وحاط علم الامارات وحاطط نفسه كده الصوره وقعد الطياره. ما يتصور ما يا سكيات شويه برضه. هو كياد برضه. لا يعني كياد ما تقعدش تلففها لي كياد. ما الصوره دي لازمتها ايه؟ يعني انا في الامارات اهو على يقول انه انا فاصل نفسي يعني ما يعني كل اللي بيتقال ده هو الحقيقه. هو عنده قدره على الفصلان بصراحه. ده هما كان بينزل الادعيه وبتاع والحاجات دي كلها لما بيجي توقف والادعيه اللي تنزل وكان العقوبات اللي كان بياخدها من النادي ما حدش كان بيطلع يتكلم فيها بقى ويقول لك اصل ده فصلان برضه. ما هو فصلان. كان بينزل الادعيه كويس. انا عارف لا بينزل الادعيه يا جماعه. انا مش شايف والله. انتوا بتختبروا يا جماعه يعني اهي يا كابتن نايل دي ايه قاعد جنب الشباك طيارة ولا ايه؟ قاعد جنب الشباك ولا ايه؟ والعلم ولا ده بتصوره خد بالك حد فنان برضو من بين الوجوه. من بين الوجوه هتصدق بين الوجوه فعلا صح؟ طب دي ليها معنى برضو بين الوجوه دي. معناها ايه بقى يا كابتن؟ معناها اللي انا شوف بقى عبد بشق طريقي في وسط الاشواك. عايز اقول لك على حاجه. انت ليك تعليق على الصوره؟ ولا يعلق عليها؟ هو الراجل عنده ماتش مع بيراميدز. انا مالي؟ ولا ليه علاقه؟ بطل الدوري ما راحش البطوله هتخسر رونقها عشان بطل الدوري ما راحش. من بين كل الوجوه. ايوه ايوه وجهي انا اللي طالع يظهر. مش كده؟ انا لو زمالك اروح العب وامسك الرمى ده. هو خلي بالك إيه؟ لو ما كانش مثلا 99% من جماهير الزمالك واعضاء النادي كل دول ما حدش عايز. بكلمك في 99%. لا وماله؟ ايوه انا بكلمك في الجمهور مش عايز يلعب. ده اول قرار يلتف حواليه لعيبه قديمه. طب وماله؟ جمهور، مجلس اداره، اعضاء نادي، كل الناس ملتفه حوالين القرار. خد بالك ان القرار ده عواقبه تقيله. لا مفيش عواقب. عواقب اشتري من اخوك. عواقب مين بس؟ هتشوف عواقب مين بس؟ عواقب مين؟ ما قبل كده الزمالك في الدوري ما راحش الماتش اللي حصل يعني. بس المره دي احنا يعني بره. لا اقصد اقول لك في الاخر احنا هنحترم العواقب. صحيح انا هنحترم وجهات النظر لكن انا كنت كان ليا بس عندي حرص ان انا اوضح الجانب الشق القانوني اللي عرفته في فكرة تعليق الحديث امبارح من لجنة التظلمات على العقوبة كلها بشكل عام اللي هو المحكمة من 14 باي. وانا شرحت القصة. انا ليا سؤال يا استاذ محمد معلش قبل ما تطلع الفاصل. ثانية واحدة. بالنسبة للبشمهندسين بتوع اتحاد الكورة دول ايه موقفهم؟ عشان خاطر جواب. البشمهندسين؟ اللي هو انا حتة في البشمهندسين كلهم يا اصل المهندسين دي فيها شارع سوريا فها رد عليا انت شارع وادي النيل ده توهني زي ما اداني اخر انا واحد في المهندسين انا ساكن هناك. لو جولي عندي في الشارع هعمل معاهم شارع شهاب انت ولا انت في شهاب؟ لبنان. لبنان هعمل معاهم مشكله هناك. اصل بيقول المهندسين من رايهم ايه فانا مش هبقى انا حته في المهندسين. مهندسين كبيره برضه مش كده؟ المهندسين كبير عليهم. لا والله يا كابتن يعني شفت برضه ياما اسقاط جامد جدا. ما بقول لك قال لك المهندسين كبير عليهم. لا 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 ايوه المهندسين كبير عليهم. الاتحاد يعني كبير على العزوب. الاتحاد المهندسين كبير عليهم. معانا على الخط بقى. هو في مهندسين وفي صنايعيه وفي عمال يعني كده وفي دكاتره وفي دكاتره وفي دكاتره وكل الناس. أيوة انا بقول لك يعني كل الناس يعني هي المهندسين كبيره. لو مهندسين الناس هتكتك. لا مش تكتك خالص. كمكان كحي تمام كبير عليهم. ايوه صح. ايوه انا قصدي على الحي قصدي على الميت. تواصل سريع ونرجع نتواصل. وصلت يظل جمهور الاهلي والزمالك هما ابرز حاجه في عالم كره القدم المصريه.
ولا يا كابتن عيد؟ طبعا الجمهور الكرة من غير جماهير صعبة جدا يعني على اي لعيب كرة. اي لعيب كرة عايز يستمتع، عايز يلعب، عايز يروح ليفل عالي، لازم يلعب تحت ضغط جماهير كبير. و ده اللي بنقوله يعني، انت ماتش السوبر هيخسر نص الاستاد، هتلاقي الناس مش موجوده. التذاكر الجمهور هيخش يشجع بيراميدز، التذاكر نادي الزمالك الرابطه اعلنت في الامارات ان ما حدش هيحضر الماتش، هو بيشجع نادي الزمالك بس ملوش علاقه يعني، مش هيحضروا رابطه نادي الزمالك في الامارات. نادي الزمالك دي رابطه كبيره في الامارات وفي الكويت وفي قطر، فهم كانوا مخلصين التذاكر فالناس اعلنت اللي هي مش هتروح يعني. طب خلينا نتكلم على الماتش بقى، شايفه ازاي الاهلي وبيراميدز؟ هو ماتش يعني انا شايف برضو نفس يعني الاهلي اللي هيفرق معاه ان هو نفسيا واخد الكاس من بيراميدز وجماهيريا، دي اللي هتفرق. لكن في الملعب انا شايف في الملعب لو فرقة بيراميدز معزولين عن حتة الجماهيرية وداخلين اللي هم الماتش بالنسبة لهم، بس هم تعودوا يعني حتى في نهاية الكاس طبعا هنا يعني هو الموضوع ما كانش فارق معاهم، وهم كان في نهاية الكاس عاملين ماتش كويس قوي. وكان يعني انت لو حسبت 90 دقيقة الاولانيين الاهلي عمر ما فيش فرصة، ضاعت هي الكرة بتاعت كهربا اللي دخلت جول، خطأ كبير من الشناوي مع في خروجه والكلام دوت. لو حسبت في الماتش بقى نفسه بيراميدز مضيعين جونين تلاتة، الشناوي شايل واحدة وحمدي فتحي شايل واحدة من على خط الجول وحسين الشحات شايل واحدة من على خط الجول، فالحاجات دي منافس قوي يعني، منافس قوي جدا طبعا، عنده حلول كويسة. وكمان هم في الماتشات الكبيرة ديت يعني ضد الأهلي الراجل باتشيكو رزل يعني، مدرب رزل في الحاجات ديت، وكان بيقفل بشكل كويس يعتمد على مرنا في 2014 قبل فيريرا، هو على طول قبل فيريرا على طول وبعدين مشي وفيريرا جه، فهو الراجل بيقفل بشكل كويس جدا. فالماتش هيبقى فيه صعوبه شويه برضو، من الماتش مش هيبقى سهل يعني على ولا على الاهلي ولا على بيراميدز يعني، اللعيبه الحالات الفنيه قريبه من بعض يعني. كابتن عبد الجليل يعني الناس شايفه ان بيراميدز فعلا منافس قوي للنادي الاهلي، بس حاله الاهلي شويه جمهور الاهلي عنده نسبه اطمئنان كبيره صح. من الحاله الفنيه للاهلي دلوقتي صح، انت شايف ايه؟ احنا الحلقه اللي فاتت قلت لك الاهلي بقى ليه شخصيه دلوقتي، ليه شكل، ليه طريقه، ليه اداء، اللعيبه فايقه، ده هيفرق معاه جامد. الحاجه الوحيده اللي هي بيراميدز رايح زي ما قال لك تكليف مش في دماغه قوي يعني، لو خسر محدش هيلومه قوي خلاص، وفتح الله دايما يقول لك اجهاد اجهاد، ولو مش تكلف وخسر برضه محدش هيقول له حاجه. لا بس عارف برضه هو بيدور زي ما انت بتقول على بطوله، هو بقاله ست سنين ما خدش حتى دوره رمضانيه، فهو مستشعل في اي حاجه. لا بالمبالغ دي مشكله كبيره. بس هو منافس قوي جدا يا كابتن جدا، انا بقول لك خد بالك في الدوري هو كمان دلوقتي وقبل كده وصيف كاس، هو رسمي دلوقتي رسمي هو وصيف الدوري الاخير والكاس الاخير فالنادي مش سهل طبعا، هو اضاف قوه كابتن، اضاف قوه في عالم كره القدم فتره زمنيه قليله برضه. لا لكن هو السكواد اللي عنده ده كابتن كل سنه هو برضه زرع نفسه كمنافس قوي الوقت في الكره المصريه، وكمان مش عايز تخشه في المربع، مش مربع هو بقى بينافس. ايوه دلوقتي بس بينافس لغايه يعني الثاني الثالث، هو دلوقتي الثالث نهائي الكونفدراليه يعني، ما هو نص النهائي الكونفدراليه قبل كده، لا وصل فاينل فاينل النهائي والسنه اللي قبلها اللي بعديها سيمي فاينل، فهو برضو يا كابتن بتتحسب ايه؟ ايوه ما كسبش حاجه، ما هو عادي يا كابتن بتتحسب ايه؟ ما هو فين المشكله في كده؟ ما هو اصل انا لما اخش انت لازم تبقى يا كابتن، لو انت عندك منافسين كتير من نادي الدوري هيبقى قوي. الدوري المصري كسب ايه غير الاهلي وزمالك؟ لا 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 ما هو الحرس اهو خد له مرتين ولا ثلاثه وسوبر ولا وكاس يعني، انا قصدي الفرق الثقيله يعني، اقصد هو فيوتشر واخد كاس رابطه. لا بس عايز اقول لك دلوقتي كاس الرابطه بقى حلو من شويه كان لا بالنسبه للاهلي لما الاهلي انسحب كان الاهلي دوره وديه لا بالنسبه لبقيه الفرق لا كاس لا بس كاس ايه بيراميدز لعب غير دوليين غير فرق، اغلبيه الفرق بتلعب بالناس الفرق لا بس بيراميدز وصل فاينل كاس مصر مرتين خسر قدام الزمالك خسر قدام الاهلي يعني، اقصد انه كان على عتبه وكسب النهائي في الكونفدراليه كان خلاص على عتبه انه ممكن ياخد لقب. واحنا لما انا قلت لك تاني دوري وتالت دوري وتالت دوري وتالت دوري يعني من اول ما دخل هو ما فتح الله بيقول لك اتنين تلاته مصابين، حتى لو عنده تلاته اربعه مصابين ده انت عندك البديل بتاعك احسن من اللي جوه الملعب في بيراميدز بالذات، هيتعب النادي الاهلي زي ما قال لك باتشيكو هيقفل الماتش جامد قوي. الماتش ده يا كابتن يخلص من اول ربع ساعه يا احمد وتلاقيه لا ما هو وحاله الاهلي الفنيه دلوقتي افضل حتى من فاينل الكاس الاهلي كسب دلوقتي كشخصيه هل ده هيفرق مع الاهلي في المباراه دي؟ هيفرق جدا لان الاهلي داخل معنويات جامده قوي، واصل قبل نهائي افريقيا، رايح هناك قبلها بخمس ايام
هيلعب، مش في دماغه بقى مين هيجي يلعب بقى. انا بجهز لسه واصل النهارده. يعني لا هو النهارده والله في التقرير بتاعهم بيقول لك، بيتكلموا بيقول لك احنا هيقعدوا 5 ايام، يعني المفروض كانوا عايزين يرجعوا الجمعه او السبت، المفروض يرجعوا الحد، بس هم هيبدروا العوده فهو عشان ماتش حرس الحدود، عشان حرس الحدود. فهو بالنسبه له كابتن لا السفريه دي او الماتش ده هو رايح لهدف معين، يجيب كاس السوبر ويحطه في الدولاب زي الكاسات اللي جايه. بجد والله هو النادي الاهلي ما عندوش، انت بتقول لي نص الجمهور، النادي الاهلي ما يفرقش معاه بقى جمهور يحضر ما يحضرش، جمهوره ايه يبقى موجود، النص التاني بقى موجود مش موجود، انا راح لهدف. انا بتكلم على اخد شكل الكاس حتى لو لعبت وحش. بتكلم على شكل الملعب يا كابتن، بتكلم على شكل الملعب يبقى احلى لما يبقى الجمهور فول. وما انت تاخد بطوله من الزمالك، يعني يا جد سيبنا كل حاجه، الزمالك ولا تاخد بطوله من بيراميدز؟ لا الاهلي او الزمالك لما بتاخد بطوله من بعض بتفرق، طعمها بيفرق. دي بتبقى بالشكش وبس، في النهائي بتتحسب ان الاهلي خد 5 بطولات السنه دي. اكيد اكيد اكيد. بس هو السؤال الاداء للاهلي قدام الرجاء والمصعد لسيمي فاينل دوري ابطال افريقيا واستقراره الفني دلوقتي يفرق؟ سبك كابتن جيل بيقول فعلا هي الفتره اللي فاتت والحاله الفنيه اللي لعبته دلوقتي، الفتره اللي فاتت بعض اللعيبه الحاله الفنيه بتاعتهم عاليه والكوره ماشيه مع النادي الاهلي بالبلدي كده زي ما احنا بنقول. انت بتتكلم من بعد دوري المجموعات، من بعد اطهر الطاهر، من بعد اطهر الطاهر قال لك مرحب بكل الاخوه السودانيين في مصر الا اطهر الطاهر. لا والله جمهور الزمالك والله احنا دمنا خفيف. فالنادي الاهلي ماشي بشكل كويس والكوره مساعده النادي، يعني ماتشين الرجاء سيناريو الماتشين الشناوي خلى النادي الاهلي في ماتش الرجاء الشوط الاول جوه الماتش، الشناوي شال الكورتين الشوط الاول الماتش اللي هناك ولا اللي هنا اللي في الكوره الشوط الاول الشوط والكوره الانفراد الانفراد بس هناك الرجاء ما ضيعش. ايوه لا ما ضيعش قوي، لا وبيضيع 2 ما يضيعوش. ليه يا كابتن انهي 2؟ واحده جوه الجون في الست يارد، واحده في الست يارد للراجل، لا هي ضربه الجزاء بس واحده جوه الشبكه يا كابتن، الراجل لازق في العرض راح اخر اخر اللي عدت بالعرض. بس كانوا هلكوا يا كابتن بدنيا، كانوا خلاص بصراحه. ايوه ماشي، ما كانت في اخر 10 دقائق الفرصه. مين اللي كان هلك؟ الرجاء. أيوة لعب الشوط الاول في الملعب كله الرجاء ضاغط بطول الاهلي ما لعبش ماتش جامد. هو سيناريو الماتش اللي حصل مع الاهلي، بس الكولر هناك كان عكس اللي حصل مع الرجاء. الاهلي جاب جون بتاع من المنعم في اخر ثانيه، والرجاء ضيع بيلين في اخر ثانيه الشوط الاولاني، الماتش اللي هناك والماتش اللي هنا، فالكوره مش ماشيه في اتجاه الاهلي. بس كولر لعب هناك بذكاء، هو لعب بذكاء قفل الماتش خصوصا الشوط الثاني عكس عادته. خد بالك الشوط الثاني يعني عكس عاده كولر واول مره يقفل بالشكل ده. فاكر لما كنت بقعد اقول لك ما بيقراش الفريق اللي قدامه كويس في الاول، في دي في دي قفل الماتش صح. بس يا كابتن انا هرجع واقول ضربه الجزاء غيرت سيناريو الماتش بشكل كبير طبيعي. طبعا وكانت الرجاء دي هبطت الجماهير قبل اللعيبه، يعني هو انا ما شفتش صراحه الجماهير هناك. انت لو خرجت 1-0 جماهير مدت جماهيرهم، جماهير غير طبيعيه بالدخل اللي عاملينها بحاجه حاجه حلوه جدا. عشان كده انا بطلب جمهور راقي جدا بصراحه. طبعا يعني المباراه خلصت عادي جدا، عادي ما فيش مشكله بالنسبه لهم، بيشجعوا الفرقه ولحد اخر دقيقه. احنا بنتكلم بقى هنا لازم نبقى نفس الكلام. لا بس احنا الفتره الاخيره برضو جمهورنا بدا يبقى عنده وعي احسن، احسن من الفتره اللي قبليها بصراحه. لا بجد والله بقى عنده وعي، واحنا ما عندناش وعي. احنا بقى لا المسؤولين عن الكوره احنا ما عندناش وعي، لا يعني الجماهير بقى عندها وعي. يعني احنا بص انا بقولش ان احنا مثاليين بصراحه، بس انت برضو يعني احنا بالمبادره حتى اللي احنا عاملينها بالكلام الكتير اللي نقعد نقوله لازم، والجمهور بدا يستجيب. يعني حتى الكاف لما عمل البيان بتاعه اشاد بالماتشات اللي منها الاهلي والرجاء هنا بالجمهور، يعني هو ادان تصرفات الجمهور في الترجي، وطبعا حتى ماتش الرجاء والاهلي هناك لانه حصل تدافع قبل الماتش للاسف توفت المشجعة، طبعا حاجه محزنه يعني. فهو انما الجمهور هنا في المباراه ما كانش منه اي، هو طبيعي. انت اصلا اي فرقه بتلعب في جمهور لازم الجمهور يبقى فاهم، بتلعب يعني بتلعب دوري بتلعب مش عارف ايه، لازم افتح ساعه كامله. انا دي وجهه نظري، ما يحصل حاجه لازم افتح ساعه كامله. احنا بنقول الكلام دوت بقى لنا لا لا بس التارجت في كام سنه، لا دلوقتي دخل لا بس التارجت اللي جاي، التارجت اللي جاي اللي انا عارفه انه ده يحصل. الجمهور برضو لازم يعني يستجيب للكلام بتاعنا في القصه دي، افتح ساعه كامله واللي يغلط يتعاقب، اللي يغلط يتوقف بس. ما هو ده اللي بيحصل. طب هو مش واقف 3000 واحد من ايوه من حصل ايقاف للزمالك وحصل ايقاف للاسماعيلي. ايوه ما انا بكلمك بقى، ما هو اللي يغلط يتعاقب. انا يعني ما عنديش مشكله افتح بقى زي ما خلاص، ما هو 3 زي 10 زي 20 خلاص، هو في ناس هتخش هتشجع الفرقه. احنا مش عايزين حلاوه الدوري كده، وانا مش عايزين نعاقب حد، احنا مش عايزين الجمهور يغلط. احنا في الاخر
عشان خاطر حتى يعني المشهد يبقى حلو وانك تبقى عندك دافع ان انت دخل الجمهور كله زي ما انت بتقول في ماتشات الدوري. يعني هو الزمالك او الاهلي لما يلعب حتى مع فاركو او يلعب مع حرس الحدود الجمهور بيحل الماتش يا كابتن. طبعا يا كابتن بيحل الماتش طبعا. او جمهور مثلا الزمالك والاتحاد تخيل, او الاهلي والمحله, الاهلي والمصري شكله, والاهلي والمصري او الاهلي والاسماعيلي شكل الجمهور يبقى عامل ازاي لما يبقى الجمهور الاهلي موجود والاسماعيلي موجود, بس يبقى الجمهور عنده الوعي ده. فنرجع تاني, مين الاوراق الرابحه الكولر في هذه المباراه؟ هو بيلعب بالثلاثي على طول اللي قدام, هم اقرب ناس ممكن الماتش. الرجاء الاولاني انا قلت لك قبل الماتش هو هيلعب بيهم هم الثلاثه, واللي هو كهربا وبيرستاو اللي الفتره الاخيره واقف على رجله بشكل كويس, ودي فرقت معاه. فرق معاه اللي هو اتاهل بشكل كويس من الاصابه اللي كان فيها, اللي كان دايما اصابات. ده بقى حد تاني اه يعني, ما هو بقى عامل شكل هجومي بقى عامل شكل هجومي للاهلي. ايوه انا بكلمك عامل شكل هجومي للاهلي لما الكره بيطلع بيها بين الاهلي, نقله كويسه. والناحيه الثانيه حسين الشحات هو اخر فتره الراجل بيلعب بيهم بشكل كويس, ففي الغالب هيبقوا هم الثلاثه اللي هيلعبوا. دي الاوراق الرابحه بالنسبه للاهلي الفتره اللي فاتت اه يعني. هل ممكن نعتبر محمد عبد المنعم ورقه رابحه في ماتش زي ده؟ طبعا. انا قبل مروان عطيه قلت اربعه هيعدوا الاهلي من الرجاء, الشناوي, عبد المنعم, حمدي فتحي, كهربا, الاربعه دول صح. عبد المنعم ورقه رابحه ان هو لو ماتش بيراميدز طبعا لو مسك فخر الرجاء كويس, لو وقفل على فخر الدين بن يوسف كويس, لو العرضيات كمان والعرضيات ونص الملعب بقى ده كلمه السر, لان نص ملعب الاهلي هيلاعب بيراميدز توريه وكارتي, لا اتنين تقال في نص الملعب دول, فهيقابلهم بديانج بحمدي بمروان نفس التشكيل المتقلي بتاع الرجاء هو اللي هيلعب بيه. طب هو بيجي يلعب بيراميدز هل هيبقى مقفل زي الرجاء؟ لا لا يعني هتبقى في مهام هجوميه لنفس الثلاثه دول مختلفه, والضغط هيبقى من قدام, ومش هيخلي بيراميدز تحضر بطريقتها المعهوده, ولو ان باتشيكو مش من النوعيه دي, هو بيتحفظ جامد. باتشيكو هو اللي هيعمل الدور بتاع اللي هيسيب الاهلي يستحوذ يا احمد, هو طريقته هيسيب الاهلي يستحوذ, ودي هيبقى غلطان فيها لان الاهلي لو استحوذ هيفرمه. لا يعني انا مختلف معاك يا كابتن. يختلف عكس ماتش الكاس, يعني ماتش الكاس ما الاهلي كان مستحوذ. الاهلي كان وحش, ما في برضه كان وحش قوي. لا طب وليه ما اقولش ان بيراميدز كان كان بيراميدز كويس, بس الاهلي فنيا المفاتيح كويس. الاهلي فنيا دلوقتي الاهلي فنيا بقى له 3 4 5 ماتشات, الاهلي فنيا افضل شويه, بيعرف زي ما انت بتقول الثلاثي اللي قدام ده بينقلك الاول. خد بالك الاهلي اخر 8 ماتشات جه في جول واحد وجاب معدل اهداف يعني كتير, يعني اصلا الاهلي فنيا افضل. تعرف ان كولر من ساعه ما مسك جايب حوالي 11 ثلاثات اللي هي نتيجه الثلاثه دي 11 او 12 مره, ودي معدل تهديفي لان كورته هجوميه. طب انا السؤال بس, هل ممكن يفاجئنا كولر انه ممكن يلعب في نص الملعب يستغنى عن واحد من الثلاثي حمدي فتحي انا اعتقد ومروان ومولا بقدوسي مثلا؟ هو يحط السوليه, ممكن السوليه. لا سوليه ما سافرش مصاب لسه متاهل يعني, ممكن يحط, بس هو خلاص طالما السوليه مش موجود هو كان بيحط السوليه ويستغنى عن ديانج ويديله الدور الهجومي شويه. اه بيديله الحته اللي هو ممكن. محمد قصدك يقول لك هو بدل ما يلعب بثلاثه يلعب باثنين؟ لا انا شايف اللي هو مش حاطط القندوسي في دماغه, ودي حاجه غريبه. لا بالعكس, لا بالعكس فين لسه شويه, هو قعد معاه هو بقى الراجل بقى له كام ماتش يا كابتن؟ بقى له فتره. هو جاي من يناير. هقول لك على حاجه, هو جاي من يناير. طيب بقى له كتير جدا والراجل جاي جاهز بيلعب ماتشات مع المنتخب لحد ما جه. هو لعب على فترات متفاوته, ما لعبش يعتبر. انا ما يعني ما شفتوش كتير, يعني لعب 3 4 ماتشات ودقائق معدوده بس. حتى الماتش اللي بيبدا فيه ماتش الدوري ما بديلوش ال 90, بطلعه اول تغيير. ماتش الدوري بطلعه اول تغيير. هو لعيب كمان يعني مش متوقع في نص الملعب ممكن نلاقي قندوسي او قفشه. لا قندوسي ما توقعش او قفشه برضه. هو باعد قفشه الفتره, يعني بقاله فتره قليله باعد قفشه. الله اعلم, بس انا اعتقد لو هو السلام ما كانش موجود, هو السلام كان اقرب واحد بيحطه. لا يبقى هيحط ديانج تالت, يعني هم الثلاثه ديانج ومروان وحمدي. كولر لقى نفسه في الطريقه دي يا كابتن. طب هل هيدي مهام مختلفه للثلاثي ده؟ اه نفس الطريقه, حمدي فتحي هيزيد او مروان يزيد لازم, بس هو حمدي اللي بيزيد بيخش فيرو الثاني يا احمد. الثلاثه دي بيبقى بيعتبر رقم 10 شويه, انما في كور معينه. هو الراجل لقى نفسه في الثلاثه دولت لان فيهم اتنين بيكملوا كويس, اذا كان مروان او حمدي بيبقوا على البوز ال 18 يا احمد, زائد الثلاثه بيبقوا خمسه, او واحد من الاطراف يبقوا سته. هو لقى نفسه في الحته دي دفاعيا, ما دخلش فيه غير جون واحد لان الثلاثه دول قافلين له نص الملعب كويس. ما اعتقدش ان هو هيدي قفشه,
اعتقدش ان هو هيستعين بشريف غير الشوط الثاني برضو. القندوسي ممكن هيبقى ليه ادوار الفتره الجايه لان هو مقتنع بيه قوي، احنا مقتنع بيه، وانا بقول لك هو لعيب كويس قوي، بس هو ممكن مش فورمه، بس هو متحفظ على الجانب الدفاعي له. هاي بس كده، هو حتى ما قعد ما قال له كده يعني. هو انا عندي انا كلاعب كوره اصلا عندي بنسبه استحواذ كبيره بني الفرقه بشكل كبير للحته اللي قدام، بس الجزء ده برضه في العالم الكرة كله. الكرة طول شفت الماتش صلاح أنا... اللي انا شفت اخر ماتش لصلاح في كره اتخطفت منه في ال 18 راجع خدها شفت في ثانيه وحش كمان. لا وراجع وحش صراحه. انا بقول لك بس يعني. بس هو حته الله اكبر الاستحواذ على الكوره واللي هي بتبقى في رجلك اكبر وقت، هو اكتر واحد يعملها يعني، هو عنده استحواذ بشكل كويس هيخلي الكوره معاك بشكل كبير يعني. مش ما انا اقصد كده، هل ممكن كولر يفاجئ بيراميدز باي تعديل في التشكيل؟ اصل انا حافظنا تشكيل الاهلي يعني بتشيكو عارف خلاص ان الشناوي مهاني معلول عبد المنعم، بما ان ياسر ابراهيم كان مصاب مش جاهز لسه عنده جزع، لا ياسر فهيلعب متولي نص الملعب خلاص، الثلاثي مروان وديانج وحمدي، مع انه كان مخرج ديانج فترات كبيره، الفترات اللي فاتت ما كانش بيعتمد عليها، ما كانش خلاص السوليه مصاب وعلى اليمين بارسي والشمال شحات وكهرباء خلاص ده التشكيل. هل ممكن يفاجئنا يعني؟ ممكن مثلا ما يبداش بكهرباء، ممكن يلاقي قندوسي بادئ. لا ما هو لو ما بداش بكهرباء هتلاقيه بيحط شريف وخلاص بقى التبديل دوت على طول موجود، ده بدا ده بينزل ده قاعد ده بيبدا كده، العكس عكس بعض. حتى كمان هو الفترة اللي فاتت احمد عبد القادر موجود بس بعده يعني ما بيديلوش، بيديله دقايق قليلة، كان راجع من الإصابة اخر 10 دقايق. ما انا بقول لك هو بيديله دقايق قليلة كمان حتى يعني. بس هو حسين بصراحة ناحية الشمال برضه هو ماشي بشكل كويس، هو ماشي بشكل كويس في الحتة ديت، هو عدلته هو يعني في الهافات كمان هو افوق واحد فماشي بشكل كويس. هو الراجل دلوقتي عنده الاساسي ومش الاحتياطي يعني البديل، هو حاطط سيناريوهات في دماغه، لو حد نقص في نص الملعب بيبقى مثلا السوليه او حمدي، يبقى في اربعه موجودين، لو لعب ب10 في قفشه او القندوسي، لو لعب باتنين على الشمال خالص لا مش هيدي قفشه. انا بقول ما اعتقدش اللي هو يلعب ب10 دي خالص، هو هيلعب برافو عليك برافو عليك هو خلاص عشان التغطيه ناحيه الشمال على معلول بشكل كبير. برضه انت هتلاقي مصطفى فتحي بيلعب الناحيه ديت، كانش موجود في ماتش الكاس ما ننساش برضو ده، مصطفى عنده حلول يفرق كتير مساحات طبعًا. وبيسحب الفرقه بشكل كبير ده يفرق، ورمضان ناحيه الشمال، فهتلاقي برضو الوينجين شغالين بشكل كويس بتوع بيراميدز هيعملوا مشاكل في الحته الدفاعيه، الكرات كمان المرتده فهو ما اعتقدش اللي هو هيلعب ب10 ديت ويلعب اثنين بس في نص الملعب. بقول لك بعد كده في الدوري في ماتشات ممكن لو فكر في 10 يبقى اثنين، لو ناحيه الشمال في طاهر وفي احمد عبد القادر وفي حسين بيلعب يمين وشمال. انا قصدي الراجل مركب تلاتات في كل حته، وفي ال 12 13 واحد الاساسيين عنده اللي هو بيجني ثمار الروتيشن اللي عمله ودوخنا معاه في الاول. طب احنا قلنا تشكيله الاهلي اللي هو ممكن تشكيله بيراميدز تبقى متوقعه؟ هو تشكيله بيراميدز يعني هو مش على بعيده حسب يعني. على حسب الاصابات اللي موجوده هو الشيبي في الاخر هتلاقي الشيبي ناحيه اليمين وناحيه الشيبي محمد حمدي وعلي جبر في القلب جنبيه بقى يلعب وعلي جبر واحمد سامي او احمد فتحي يعني اوقات الفترات اللي فاتت بيلعبوا سيرجي باك فممكن حد من دول يلعب نص الملعب. عندك توري وعندك الكارتي واحمد توفيق والكارتي وبيلعب برضو اخر فتره كده بيلعب الثلاثه في نص الملعب ورمضان ومصطفى ورمضان وفخري وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف هو اخر فتره هو ما لعبش ماتش الاهلي، كان مصاب وكان لسه راجع من الاصابه وكان كمان لسه ما كانش كمل. انا شايف فخر الدين بن يوسف احسن من لاكاي طبعا، هو طالما انت هتلعب على مرتد وقافل الملعب هو عنده سرعات مع الاثنين التانيين فبالنسبه لهم افيد بالنسبه لبيراميدز، وهو الراجل دايما بيحب الفيرود المتحرك. طيب قبل ما نختم كان في تلميح كده من رابطه الانديه انه ممكن تدي ماتش للزمالك بما انه مش هيلعب السوبر في الدوري. هل ده فنيا احسن للزمالك؟ لانه الزمالك بقاله كده اسبوع. لا مش احسن طبعا. يعني عندي خبر اللي احسن للزمالك اللي هو الراجل يشتغل ويحفظ اللعيبه الشغل بتاعه، وخلي بالك اللعيبه بتتكلم كويس جدا على الراجل. عندي خبر كبير واشتغل كويس جدا. عندي خبر بيقول ان رابطه الانديه قدامنا اهو رابطه الانديه تدرس وضع مباراه بالدوري للزمالك بعد انسحابي من السوبر. انا في رايي صعب. لا ومش هيحطه ماما. انت اصلا الدنيا اصلا الدنيا ولع شيطه الدنيا ولع. مصدر من رابطه الانديه في تصريحات خاصه ليلا كوره بندرس وضع مباراه بالدوري للزمالك بدلا من المباراه التي قرر الانسحاب منها امام الاهلي.
مفيش الكلام ده، انا بقول مش هيحصل يعني، انا بقول مش هيحصل. طب بس الزمالك كده هيقعد كده فتره لغايه ما كويس يعني. انا بالنسبه لي كويس ان الراجل ياخد وقت، ياخد اطول، وقته ويشتغل فتره كبيره. الراجل ده بيشتغل يعني كانه بيشتغل كويس جدا، واللعيبه مبسوطه جدا اصلا بالتمرين معاه، وهو ما بيسيبش ولا صغيره ولا كبيره. كابتن اللعيبه محتاجه التزام. طيب بس النهارده في الدوري عايز اقول لكم السموحه كسب المحله، سموحه كسب المحله 2-0. المحله بقاله حوالي 8 9 ماتشات تقريبا خد 2 بونت، هو غريبة جدا بيتكلم فترات كبيره. المحله عمل لنفسه مشكله كبيره جدا. لا اللي بيديره الكره هناك كابتن، ده النقط اللي خدها في الاول دي اللي فلت معاه شالته طبعا. بس ده هو واسوان بقالهم فترات كبيره جدا ما بيكسبوش. اسوان محله 30 نقطه، واسوان 28 12 و13 بعد الخساره دي. انت بتتكلم في اخر فتره بس. انا بحمل اداء المحله الخمس ماتشات الهزايم دي للاداره يا احمد. مش ليه؟ لا هم لما مشي بابا فاسيليو، مع الاحترام لعبد الباقي ولد شاب وصغير بتاع، بس انت بتتكلم في فرقه بلد، فرقه كبيره، فرقه بعدين تخسر اربع ماتشات ورا بعض. خلاص الباقي مشي. انا عارف رضا شحاته. انا بكلمك على من خمس ماتشات. كابتن رضا النهارده جاي، الكلام ده كله الاداره فرطت في بنات كتيره. ما كان المفروض مدير فني قوي في الفرقه دي يبقى موجود، خبره شويه. وعايز اقول لك الداخليه بدا يعمل فوقان، تصدق انت عادل معين بالنهارده عمل الشوط الثاني. لعبه كابتن عبد العال، علاء عبد العال في حته الهبوط او الفرق اللي هي بتنافس على، بيعرف يجمع بونت بشكل كبير جدا. السنه اللي فاتت عمل ده مع الماتش اللي فات برضه، خطف الماتش كسب، والنهارده اتعادل في الاخر برضه مع امبي. بس برضه بدا يجمع. امبي اللي زدته الفرصه. امبي عامله الشوط الاولاني هايل، الشوط الثاني وان سايد جيم من الداخليه، تراجع غريب لامبي مع انه ابتدوا يتظبطوا مع تامر مصطفى، عاملين شغل كويس. عموما امبي بقى في المركز العاشر ب 33 نقطه، الداخليه في المركز ال 15 يعني تحتيه الثلاثه، يعني هو شويه بعد عن الثلاثه من المحله، وقريب من 26 بونت، وقريب من البنك الاهلي وطلاع الجيش وحرس الحدود، دول اللي فتحت. هو قرب من المحله. هو الداخليه 26 بونت، الاسماعيلي 26 بونت، اسوان 28 بونت، يعني ممكن ماتش واحد يكسب بيفرق. بس الداخليه لاعب ماتشات زياده عن الاسماعيلي بكتير، يعني لاعب الاسماعيلي 24 مباراه، الداخليه 27. اسوان اقل من الداخليه برضه دي بوجهه نظر، بس لاعب قد المحله. الاسماعيلي هو لاعب قد المحله. الاسماعيلي ماشي بشكل كويس جدا مع حمزه بصراحه. حمزه الصراحه الله يبارك لهم كان ماشي بشكل كويس، وما كانش اصلا قرار الاستغناء عنه في بدايه الموسم كان غلط. ده الناس تتحاسب، لازم الناس تتحاسب والله. كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا، نلتقي الخميس ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن حمد عبد الجليل، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا استاذ، بس انا شكرا جزيلا. عايز اخد كورس في المحاماه والقواضي والحاجات دي عشان نعرف نجادل مع الاستاذ. لا سيب لنا مستشار محمد شباب. ايوه احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر مشيئه اللي في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.